يلا على الطبلة. رجعنا ليكو هنعلم تاني فيكو جامدين دايما عليكو كاسحين كل المجال. طب يلا الدنيا زيطة وهنعمل لك بطيطة اسمينا على الخريطة معروف مين التقال. التعليم في الراس قلنا مش في الكراس يا حتة بومبولاية يا حتة اناناس يا بنت فردية واستك والعود حلو فانتستك على صوتي بتهزي وستك ضحكتك هي مستك جايلك صالح مية اللي انت زمان جارحني متقولش يا مستريحني بعدك عني ده يريحني. البنت دي عايزة بوسة هتشوفها تقول عروسة سنيورة بالعين محروسة طب ليه عاملة لي مهموسة. وركبت الاكسي 6 وركبت الاكسي 6 بطلت اركب انا تاكس وعملت انا سكسي ناكس بلاغيك اطلب فاضي هننزل شيشة ميكس ونقض السهرة لوكس وجيبلك اغلى بوكس فين السقفة يلا بصايا انتي خلبصايا ملفوفة في العباية مكسوفة مش مشاية ما تفضي خليك معايا نفسي في الزبادي طب صعبي ولا عادي انا شكلي اروح لنادي واطلب منه الايادي كلبوصة مكلبازة ويا لهو لو متنرفزة تلاقيها حلوة ومعجزة زي اللوحة المتبرويزة صدقتك يا قطة في الماشية تشوفها بطة بتعدي في اي حتة لسه زي ما انا على مادة الجدعانة وماليش انا في النفسانة يا عمرك ما تكون انا قالوا عنك كاريزما في اليوم بصرف مترزمة وفي نفسك وقت الازمة ما تقولش اي لازمة. هوبا رجعنا ليكو هنعلم تاني فيكو جامدين دايما عليكو كاسحين كل المجال. طب يلا الدنيا زيطة وهنعمل لك بطيطة اسمينا على الخريطة معروف مين التقال. كل سنة حضراتكم طيبين وكل سنة ومصر كلها بخير وسلام وسنة جديدة أتمنى يا رب أنها تكون سنة سعيدة مليانة خير علينا جميعا يا رب. الحقيقة يعني كان مهم جدا أن احنا نربي طلبات جمهورنا وننهي السنة ونبدأ سنة جديدة من خلال احتفالية يحييها معنا نجم الحقيقة من النجوم الأغاني المتميز جدا اللي الحقيقة قدر يوجد لنفسه مكانه في سوق الغناء بشكل كبير. والحقيقة عنده لون جميل ولون خاص ولون مبهج. وانا بقول الحقيقة دايما ان احنا عشان نختم سنة ونبدأ سنة جديدة عايزين نختمها بالخير بالسعادة بالابتسام ونقول يا رب اللي جاي يبقى احلى ان شاء الله. فربنا يجعلها ليلة جميلة ان شاء الله عشان تبقى السنة اللي جاية سنة جميلة علينا جميعا يا رب ان شاء الله. وفي ليلة راس السنة معايا المطرب الجميل عمر كمال ومعايا كمان فرقته الجميلة اللي منورانا. عمر ازاي كل سنة طيب؟ انا سعيد كل سنة طيبين جميعا نورتونا وشرفتونا وسعيد جدا بوجودكم معنا. اخبارك ايه؟ الحمد لله تمام ماشي عامل ايه؟ الحمد لله كله تمام. كانت سنة حلوة عليك السنة اللي فاتت؟ عملت شغل كويس انت ها؟ كانت كويسة كل ايام ربنا حلوة والله. قول لي بقى انت قبل ما تغني انت مصنف نفسك انك انت ايه؟ مطرب شعبي ولا مطرب مهرجانات؟ انا والله ولا ده ولا ده اصلا. انت ايه؟ انا اولا يعني هو في مؤدي وفي وفي مغني وفي مطرب. انا بقول لي على نفسي يعني مغني بين البنين اولا. لكن انا يعني انت مش مطرب؟ لا ما كلمة مطرب كل حاجة ولا تصنيف. انا شايف نفسي مغني كويس. مغني كويس. طب بتغني ايه بقى يعني لما قالوا عليك مطرب مهرجانات كنت الاول مطرب شعبي بعدين بقيت مطرب؟ لا كنت مطرب كنت اول مغني عادي او عادي. مطرب عادي يعني. كنت بتغني ايه في الاول؟ كنت بغني كل حاجة والله. كنت عامل كم لا تجارب يعني برضو ناجحة بس مش ناجحة النجاح اللي هو زي اغنية الغربة واغنية ابويا ولحنت الاستاذ هاني شاكر والغيره. لحنت هاني شاكر؟ لحنت له ايه؟ لحنت له ابويا دي الحانك. الحانك ولحنت لمين كمان؟ ولحنت للنجم محمد هلال. في حاجات كتيره يعني كنت انا عاملها تجارب بس ممكن ما نجحتش نفس نجاح المهرجانات. فلما لقيت ان شويه الفن او الحته اللي بغني فيها مش عامله لي النجاح اللي انا شايفه
وشفت ان المهرجانات يعني سوقها كان هيوصلك اسرع للجمهور. اه بالظبط. مش يعني عشان بقالي كتير اصل ساعات كتير برضو فقلت اخش المجال ده وادرسه كده. درست الشخصيات اللي جوه المهرجانات وعرفت اخش. طب ايه بقى الشخصيه اللي جوه المهرجانات؟ قول لنا بقى السر النهارده يعني عشان لحظه الصدق كده. هم بقى ليهم مصطلحات معينه كده وطريقه تعامل معينه شويه عرفت اخش وسطهم يعني، بس هم برضو ما اثروش عليا قوي. بدات ادرس ايه؟ قول لي منين من حي ايه انا اصلا من السويس. انت من السويس؟ اه انت بلديات يعني؟ اه. طب اهلا وسهلا. انا اول مره اعرفك. انت منين من السويس؟ انا من الاربعين شارع حضرموت. الاربعين كمان. ده انت في احسن حته في السويس. هناك كانت بدايتي، بس عليك عارف طبعا بانك بلدياتي ان السويس شويه عندنا الفن مش يعني لا احلى فن واحلى. اه طبعا. لا بس يعني المجال مقفول على بعضيه. فطبعا القاهره هي جيت القاهره حاولت كتير. درست ايه هناك؟ مخلص ايه درست؟ انا مخلص دبلوم صنايع وجيت التحق بدراسات الحره هنا مع السيد درويش، فقالوا لي لا بقى انت دبلوم صنايع ما ينفعش انت تروح تاخد دراسات حره. فروحت درست شويه كده بس الظروف يعني كنت قاعد في القاهره لوحدي اصلي. اشتغلت ايه بقى؟ كل حاجه بقى انا اشتغلت كل حاجه. كانت والدتي منتقبه بتاعت ربنا وكده، فقالت لي بقى ايه روح انت يعني خلي الغنى يصرف عليك. فانا اجرت شقه هنا في منطقه اسمها البساتين، كانت 150 جنيه في الشهر يعني. وانا كنت شغال كاشير في محل مشهور كده بتاع اكل وكده عند مزبير وكده في شارع مزبير من 12 بالليل ل 8 الصبح، وكنت باخد فيها 300 جنيه. وكنت بروح المعهد الصبح، بس طبعا الفلوس ما كانتش مكفيه، فانا بدفع 150 جنيه اصلا للشقه، ويا دوبك يعني لو في تيبس زياده بتفرق علينا كلها، فكنت ماشي يعني على قد جدا. بس وسبت المعهد يعني. اشتغلت كل حاجه بقى هنا كتير في القاهره، اشتغلت بتاع بنزينة فتره كبيره من حياتي، واشتغلت في السويس طبعا خط السخن حضرتك عارفه كله، بس السويس في الصلب وكهرباء عتاقه وشركه ورق شركه ميركان كله اشتغلت يعني لحد ما دخلت الجيش. خرجت من الجيش والدي الله يرحمه كان سايب ورث كده من وانا عندي يعني، عشان والدي مات وانا صغير 12 13 سنه. بعد ما تميت 21 سنه لقيته سايب لي حوالي 50,000 جنيه في وقتها. فانا قلت لا يعني ايه انت برضه ايه تجيب لك تاكسي كده تشغله، تحط مقدم شقه تجيب لك. انا قالوا لي بقى كان بعد الثوره كان السبع سوق الكاسيت متدمر خالص، فقالوا اعمل البوم. وانت عملت البوم. انت عايز تغني برضه؟ عايز اغني. انا شايف نفسي. طب مين قال لك صوتك حلو؟ محدش والله العظيم خالص. كان انت ده رايك نفسك؟ اه ده رايك نفسي. انا مقتنع بنفسي شايف ان انا ممكن ابقى حاجه يعني. هما طول عمرهم يعني كانوا لي انت مش هتنفع، انت يعني لا شكلي ولا صوت ولا اللي تنفع، بس انا مقتنع بنفسي. بس فروحت عملت البوم، صرفت كل اللي حلت بقى على الالبوم واستلفت كمان وكل حاجه وعملت البوم. رحت بقى الشركات ما فيش انتاج، وانا لو اديته الشركه هتاخده، يبقى انت عليك التوزيع وانا منتج ال 10 اغاني مخلصهم. قالوا لي احنا مش عارف عايزين مليون ونص وايه عشان نعمل لك دعايه وبتاع على الكباري وكده. فخدت انا الالبوم نزلته على النت طبعا، محدش برده ما نجحش خالص، وعشت بقى يعني سنين عجاف بقى من بعد الموضوع ده. وبعدين اخبط بقى هنا 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 شغل بالليل شويه هنا شويه، قعدت بقى الف في القاهره دي يمين وشمال يعني، اشتغل بقى يعني تكنيشن، اشتغل في المطبخ في كازينو، اشتغل فوكال، كل حاجه اشتغلتها. اشتغلت فوكال مع مين مثلا؟ اشتغلت مع النجمه محمود الحسيني فتره، واشتغلت فتره مع النجمه محمود الليسي كده، بس اتعلمت اتدردحت شويه وبدات طبعا كانش معايا فلوس اجيب فرقه خالص ولا الكلام ده كله، فبدات اعمل ماينصات. الماينص اروح اوزعه الماينص ده ب 200 جنيه او اشتريه ب 20 جنيه، لو انا هصومه ب 200 300 جنيه اعمله وانزل اغني في الاماكن. جت بقى من هنا اشتغلت اولا اسبوعين الحال برده ما مشيش، فقالوا لي لو انت عايز تشتغل كل يوم والدنيا تمشي كويسه معاك روح اشتغل في الاماكن اللي فيها اخواتنا العرب يعني اللي بيجوا دي شغاله كل يوم مستمر. فبدات احفظ خليجي شويه وبدات اروح اشتغل. الحل مشي كويس معايا وبدات اظبط الدنيا، بس انا طموحي كان اكبر من كده يعني. انا مش عايز يبقى معايا عربيه بس واكسب كويس وخلاص، انا عايز برضو تتشهر بقى وتتعرف. 2019 كنت انا الحمد لله كويس وعايش كويس وكده، بس 2019 دي بالذات كانت يعني ذروه المهرجانات، كانوا هم مكسرين الدنيا يعني. احنا كمطربين يعني مش عارفين اصلا نشتغل منهم. ف
فقررت كده قلت انا لازم اروح اعمل مهرجانات. كان لسه الفكر بتاع ان انا ممكن اجيب تيمة خليجي او كده احطها على المقسوم ده مش موجود في المهرجانات خالص يعني. كلمت بيكا قلت له انا عندي فكره كويسه. انا عرفته بنفسه, هو طبعا عارف الاغاني بتاعتي وكده ومش عارف ايه, وطبعا عشان هو كان ساعتها فيها حوارات مع سوداني شاكر فعارف ان انا كنت ملحن له وكده. فروحت له الاستوديو وانا كنت رحت فكري كويس وشغلي جاهز يعني. انا ما رحتش لحمو قلت له مثلا اكتشفني ولا حاجه ولا انا يعني ابكى معلمني الغنى, لا اساسه يقول لك يعني في ناس تقول لك اصل عمر ده احنا انتجت له. طبعا ده ما حصلش. طبعا بحب حمو جدا وهو انسان كويس جدا, لكن انا لما رحت له بفكر انا كان معايا حاجه جاهزه. واول مهرجان جاب حوالي 55 مليون اسمه سيد النقص, معروف جدا في الشارع يعني. نجح جدا. لكن ايه اول حاجه شهرتك عند الناس ايه؟ كانت بنت الجيران اول. يلا بينا شغلالا عنيا وانا في المكان في خلق حواليا, مش عايز حد ياخد باله من اللي انا فيه. شفت القمر سهرني لياليا وهموت عليكي رب العالم بيا. سيبي شباكك مفتوح ليه تقفلي وبهوايا انت قاعده معايا, عينيك ليا مرايا يا جمال مرايتي العين. خليكي لو هتمشي انا ليكي, انت ليا انا ليكي, احنا الاتنين قطرين. تسيبيني اكره حياتي وسنيني اتوه ومش هلاقيني من غيرك مش عايز. شربات زي العصر روحك يا حلويات
عشان حبك محتاج لمليون قلب بهوايا. انت قاعده معايا عليك ليا مرايا يا جمال مرايتي العين. خليكي لو هتمشي انا ليكي انت ليا انا ليكي احنا اللي في العطرين. تسيبيني اقرا حياتي وتسيبي اتوه ومش هلاقيني من غيرك مش هلاقيني. حلوه الاغنيه مبهجه على فكره جدا جدا. والله ايه سر نجاحها ايه؟ والله يا دكتور كنت انا وحسن السوق كان ماشي في اتجاه معين. يعني دي الحين مين انت اللي ملحن ولا هو اللي ملحن؟ هي بص عشان ابقى صادق معاك في جزء منها مقتبس من اغنيه معروفه يعني. بتاع الحماقي. لما انا رحت شاكوش كان مسجل الاغنيه دي كلها في صوته. فانا لما رحت سمعت الاغنيه طبعا اغنيه حماية معروفه زي الشمس يعني يعني بتقول ايه اغنيه حماية؟ في جوه قلبي حاجه مستخبيه كل لما باجي اسمعها بحماية كمان يلا اديها لنا بحماية يلا وانت قاعد مكانك كده يلا. طب تعالى نعمل افين انه يلا يا شعبي حماية يلا. ماشي بتقول ايه بقى حماية فيها؟ في جوه قلبي حاجة مستخبية كل لما باجي اقولها فجأة مش بقدر قدام عيني بقف وبنسى ايه اتقال لكل مرة فيها يجرى ليا ودي كلمة واحدة بس مش اكتر. وليه فكروني حبيتك يوم ما لقينا لما حكينا اول كلام حبيتك واحلف علينا نسمع زيادة انا مش فاهم في جوا قلبي حاجة انت خبية لما باجي اقولها فك مش بقدر يعني. لما انا رحت الاستوديو انا حماية عمل ايه لما اسمعها كده؟ لا ما رحت الاستوديو انا افتكرت ان حسن عارف يعني ما حاجه طبيعيه. اتاري اصلا حسن ما بيسمعش النجم كينو محمد حماية ما بيسمعش اغنيه فهو فاكر اللي جايبها له الولد اللي كتب الكلام ده هو مديها باللحن. فهو حسن ما يعرفش اصلا دي اغنيه النجم محمد حماية اصلا ما سمعهاش يعني. هو فاكر لحن جديد جاي له وانا لما رحت لحسن افتكرت ان حسن عارف احنا ثلاثه اتكلنا على بعض. فقلنا ننزل مهرجان عادي يعني. اول لما نزلناها السوق الاغنيه دي في حد كده مطرب صاحبنا راح قافلها بعد ما اتفتحت الاغنيه بقى كل يوم بقت بتزيد بالثلاثه اربعه مليون. ودي وش الخير عليك. طبعا هنسمعنا ايه؟ نسمع اللي تقلان عليك كده ما هو الكويس. يلا بينا. عليك شبعان ذل عندي غيرك واللي انت فاتح له بابك راح خبط على باب غيرك. اسمع مني يا غالي بابك سكه بترابيس اصل اللي ملوش في الغالي هيدور على الرخيص. يا عيني على اللي بيتاجروا وعاملين فيها كسيبه باعوا الراجل
راجل علشان عيل تعالوا شوفوا الخيبة. هقول لك حكمة واسمعها عشان ترتاح. في ناس خسارتها مكسب ليك وهم نزاح. ما تفتحش بيبان قفلت لوحديها. ياما القلب شاف اوجاع وبنضطر نداريها. رتب حياتك واللي فاتك يمسحه. توصل علشان هيجوا فيك يتمسحوا. ده اللي سايبها على الناس. الناس لابد تسوحوا. واللي سايبها على الله عمر الناس ما تفضحوا. اللي سابك وانت واقع من النهاردة ما تعرفوش. واللي عامل مش فضيلك انت برضو ما تفضلوش. انا نفسي اعمل جهاز يقيس الجدعنة عشان اعرف كل واحد بيقول انا وانا. يكفينا شر ناس علينا وعاملين معانا. ناس نتمنى لها الخير وهم بيتمنوا اذانا. يا ما ناس كلامهم عافي وفعلهم تعبان. كتير قوي اللي خانوا قليل قوي اللي صان. ما تصدقش الكلام صدق اللي تشوفه عنك. ده اللي مش هيدوق من جيبك هيكره الناس فيه. اللي عنده جرح تشبهني فضل جنبي. طول عمري الفرحة بتكرهني وتبقى ذنبي. لو بتدور على الإخلاص عمرك هيفوتك. واللي تقول ده أعز الناس نفسه يشوف موتك. لا مش مخلصين لا مستلجئين. قعدوا خوافين في الشتا تلجوا ساحوا. مين هيفرح ليهم؟ مين هيشيل الهموم؟ العتب مالوش لزوم. امسكوا مني هترتاحوا. والمجتمع وبتوع كلام في الشتا دايما بتقولي. وسط الألم بصحى وبنام ولا هنعى عليهم يقولي. أصحاب بيوت ما بقتش أشوف. هتحب حبري عشان وزعت مال على يد شمال. مش عايز أعرف تاني. اللي كنت عليها بحكي لكو كانت نور عينيا. دلوقتي جاي اشهدكوا على اللي حصل فيا. قلبي صفلها وحب جمالها وارتحت معاها. فجأة لقيتها تشقلب حالها يا قلب انساها. سابت في قلبي جراح عليها العمر راح. من غيرها انا هرتاح. انا شفت العافية كيف ما بدأتها وعاشت وقتها. هسيبها لوحدها وعشقت مين؟ ما تقولي ولا انت خايفة. ايام زمان قلت الامان والناس بعديها شايفة. انا مش حزين على دي السنين والنعمة لازم تسيبني. جيالي ليه؟ طب عاوزة ايه؟ ده الاولى بالحب عمري. لا مش مخلصين لا مش سلكانين. دول خوافين في الشدة تنجو بتاعهم. مين هيفرحني يوم؟ هيشيل الهموم؟ العتب مالوش لزوم. امشي ومني هترتاحوا. انا لافت نظري حاجه غريبه جدا. انت صوتك قريب من محمد فؤاد بيقولوا. يعني انا خدت بالي كده في بحات في صوتك قريب. حد قالك كده قبل كده؟ كتير. ايه وده حاجه تبسطك ولا تضايقك؟ تبسطني ممكن لو قلت انت امتداد فؤاد. صوتك بيفكرنا بيه. لكن كان في فتره من الفترات بيتقال اللي انت بتقلده فده كان بيضايقني. انت بتقلده؟ لا طبعا لا خالص. خالص خالص. انا صوتك الطبيعي كده اهو بغني. انا خدت بالي. انت يعني انا لفت نظري فعلا. بقى لها شكل تاني خالص بعيد عنه. بس انا بحبه جدا طبعا. هو استاذ كبير ومدرسه كبيره. طب ما تسمع حاجه لمحمد فؤاد بقى. حاجة محمد فؤاد؟ يلا. توعدني لا نبكي ونتألم ولا نعرف حيرة ولا فراق.
توعدني اللي انا وانت نعلم حكايتنا لكل العشاق. انا عايزك على طول وياي في الفرح وفي الجرح معايا، ولا خطوة مشيها ولا بداية غير ايدك في ايديا. مش عايزك ولا يوم تظلمني، في الحلوة وفي المرة قاسمني، من غير ما تكلم تفهمني من نظرة عينيا. هو ده ايوة ده هو ده الحب الحقيقي، الحب الحقيقي. عيش يا حبيبي الحب الحقيقي، بيعيش يا حبيبي، بيعلمنا نسامح، بينسينا امبارح، بيعلمنا نفكر دايما بايامنا اللي جايه، لو نبعد ثواني بيرجعنا تاني. واجرعنك يا حبيبي واقول لك حقك عليا. هو ده ايوه ده هو ده الحب الحقيقي، هو ده ايوه ده هو ده الحب الحقيقي. فاكرك يا ناسيني بعدك على عيني، فاكرك يا ناسيني بعدك على عيني، والحب مسهرني والشوق بيكويني. ابعد بعيد عني سهرني وشغلني، ابعد بعيد عني سهرني وشغلني، عرفت روح مني هكيني هكيني. غنيت فؤاد؟ لا ده انت قريب قوي من فؤاد فعلا يعني، كمان لما نسمع الصوت بغني، بغني برضو حاجة يعني، بغني كل حاجه يعني. انا بتشرف ممكن نقول انا من مدرسته طبعا، هو استاذ كبير ونجم كبير جدا واحنا كلنا بنحبه طبعا. قول لي بقى انت راضي عن الدويتو اللي عملته مع سمية خشاب، كان اسمه اوعدك اظن، اوعدك اه اوعدك، راضي عنه؟ انا راضي عنه بس عشان اتفهم غلط، انا راضي طبعا عنه. سمية خشاب دي نجمه كبيره جدا، ومن وانا يعني انا اصلا من معجبينها طبعا، وانا بحترمها جدا واحبها جدا، ونفذنا اوديو بشكل كويس جدا، وانا عملت له خطه. الفكره جات لكم ازاي انتوا الاثنين يعني؟ هي كلمتني قالت لي يا عمر انا بقالي كتير جدا ما غنيتش، كان عشان بتغني كلها تجارب في الغنى، وعملت حاجات ناجحه جدا في مسلسل بالحلال يا معلم مع النجم احمد سعد، وعملت حاجات كتير جدا هي ومع النجم مصطفى قمر بحبك وانا كمان وكده. فانت اكتر واحد في المهرجانات ممكن يعني بتغني شويه، يعني مش هينفع اروح لحد غيرك طبعا، لان انت وانت ناجح جدا وكده، فانا حابه جدا اعمل معاك حاجه. قلت له خلاص نشتغل نشتغل، وعملنا حاجه كويسه جدا واتفقنا. انت معلمه دي اغنيتك؟ ايه انت معلمه اغنيتي اه. واتفقنا على خطه دعايه معينه انا وهي، نزلنا البوسترات وصورنا فوتو سيشن كويس جدا، ولما صورنا الصور والبوسترات ونزلت عملت ضجه جامده جدا، وحصلت وحتى كنت نازل برومو 16 ثانيه جاب ترند اول على اليوتيوب. ده ما بيحصلش يعني، محتوى 16 ثانيه فيديو قصير ياخد ترند، ده جاب ترند اول كمان. وقلت لها بص يا سميه، احنا بقى احنا مش متفقين اول نصور بصراحه، عشان انا ابقى واضح يعني. قلت لها طب تعالي نصور. قالت لي انا رايحه دبي عمر وكده، ويا دوبك هاخد اجازتي بقى. قلت لها هو يوم واحد بس، كلمت منتج هناك وكلمت فندق شهير جدا هناك كسبونسر، ورحبوا جدا بالفكره، وقلت لها هنروح نصور في دبي. هي تكسلت شويه في الـ في الـ في الـ في الـ نكمل شكل الموضوع الحلو. قالت لي احنا عاملين ميكنج وانا هظبط الميكنج وانزله. قلت لها الميكنج انت نجمه كبيره وياما صورتي، وانا برضو حد فاهم في شغلتي، فالميكنج فقير قوي مش هينفع ينزل، انت ليك اسمك وانا في حتتي ليا اسمي، فعايزين نصور حاجه مصروف عليها شكلها كويس للناس نكمل ده. قالت لا لا انا الميكنج انا هعمله وانزله. قلت لها بس صدقيني التوابع ده مش انا فاهم مش تبقى حلوه. ده حصل جدا، خدنا نقد كبير جدا يعني، الناس اصلا سابت الاوديو كويس وانتقدت الاوديو الميكنج، انتوا واقفين جنب العربيه وانتوا مأجرينها. فحصل افات يعني، او حصل رد فعل عكسي. ادمان عليها يعني ولا ايه؟ لا لا ما بدناش على حاجه. كل تجربه بتعلم. ادمان على التصوير. ادمان على التصوير اه. لكن انا اتشرفت بقى جدا، اتعاملت معاها وانا بحبها جدا، مفيش بيني وبين اي حاجه. نسمع انت معلمه. يلا يلا. انت معلمه يلا بينا. We'll be right back.
معلمه في الشياكه والاناقه نظرة منك اقوى طاقه واخده جايزه في اللباقه بنتي ناس متعلمه انت معلمه في رديسه وبنتي باشا دي بلاوه لابو غشا عملت على قلبك كماشه وقدت في انتباه انت معلمه كل يا فل سنيورة مالكش حل انا قاطع لك مش حل اسحرلك وامجد مظلومة الى الشربات معمولة الحلويات بسكوتة وغد بنات يلا عصيرها خلاص كلمات من كلماتك ولا الحانك لا دي مش دي كلمات حد اسمه احمد اوسى كده كلماته والحانه طب انت بتجيب الحاجات دي منين يعني بتختار احمد اوسى جالك ازاي مثلا ايه اللي حصل ولا برضو حد جديد او حد جديد احمد حد جديد خالص هو بقى لما انت يعني ربنا بيكرمك هم بيبداوا بقى يبعتوا لك اللي عنده افيه او انت عندك فكره مثلا طب انت ايه الشروط اللي انت بتحتاجها عشان خاطر تغني اغنيه يعني اكيد انت دماغك كلها واضح انا فاهم دماغك على الترندات وعلى المشاهدات والاستماع العالي بتختار ازاي بقى الموضوع ده حسب الاغنيه احنا مثلا الاغاني دي بتتصنف ثلاث حاجات في اغنيه شارع وفي اغنيه للشارع وفي اغنيه مثلا دلع وفي اغنيه الشارع مقاومتها ايه واغنيه الدلع لا ما هنتكلم في ايه مثلا هنتكلم بقى على الصحاب ولا على الخيانه ولا هنتكلم على الصحاب والخيانه دي شارع ولا ايه دي حاجه شارع دي بقى. شارع يعني الخيانه دي بتجيب مع الناس حسب بقى المطرب يعني انا كعمر كمال الناس مش بتحطني في الخانه دي بس انا بعملها ساعات زي شمس المجره اغنيه شارع بس على خفيف يعني لكن في مثلا الاغاني دي اللي ماشيه جدا يعني بس دي اللي ليها نطاق معين في النجاح ما بتضربش لان انا اتعلمت جدا لازم عشان اعمل مهرجان يكسر الدنيا لازم اعمل حاجه اسمها لغه بيضاء يعني ايه اللغه بيضاء يعني اعمل لغه بسيطه كل الوطن العربي يفهمها لا مش الوطن العربي قصدك كل مصر تفهمها لا كل الوطن العربي زي ايه يعني زي سكر محلي الناس كلها عارفه كلمه كريمه وعارفه سكر محلي وعارفه الكلام ده عارفه بنت الجيران ويعني كلام واضح للعالم كله لما رحت لبنان رحت الاردن رحت دبي رحت السعوديه رحت العراق وكله فاهم اللغه بس انت الحقيقه بتغني انا يعني اخدت بالي بتغني في الامارات مثلا خليجي وبتغني شعبي برضه واظن ده يمكن اللي مخليك مستمر يعني بشكل لان انا متلون انت مهتم انك انت تغني الخليجي وممكن ما هو اصل النجاح طبعا مصر
ام الدنيا ونجحت فيها تنجح، لو انت جات في مصر نجح في اي حته. بس انا احب جدا اشوف نجاحي بره برضو مع جلسيات تانية، واحب اسمع الاغنيه بتاعتي بلهجات تانية بيغنوها معايا. فانا بقيس النجاح بكده، يعني ممكن اغنيه عندي مثلا تجيب يعني زي اغاني مثلا 50 مليون وببقى مبسوط، بس بحس ان نجاحي ناقص عشان انا مثلا نجحت جوه مصر. بس لو رحت بره لقيت الافيه مش ناجح انا اتضايق جدا. هتسمعنا ايه؟ طمنا عليك عود البطل. صح زمان اسمها اغاني المهرجانات ولا دي هتستمر؟ لا تستمر، بقى لها 10 سنين اهي. اصل ايه سر بقى الاستمرار يا دكتور؟ انا ليا وجهه نظر بصراحه ربنا. ايه انا ليا وجهه نظر ان الفن مش كله طرب، يعني هو في جيل طالع. يعني انا لما كنت بغني انا بالنسبه لي التيك توك ده والعيال دي بيقولوا ايه، هو لازم انزل لمستوى الناس دي واعرف هما بيغنوا ازاي. الفن مش كله طرب، يعني ما هو في راب وفي تراب وفي مونولوجيست وفي واحد بيغني. فهيستمر هيستمر، لان في ناس انا اعرف ناس ما بتسمعش ام كلثوم وعبد الحليم وهاب، يعني هي بالنسبه لهم دي مدرسه مش بيحبوها. هم احرار جدا. زي ما انا في اشكال في المزيكا انا ما بحبش اسمعها، ما بحسهاش اصلا. انا حر، بس هم ليهم جمهور رهيب مثلا. لكن المهرجانات تستمر مع طول ما في افكار وفي مزيكا. مين جمهور المهرجانات او مين جمهور اللي بيحب يسمع دلوقتي؟ اه العالم كله.
طب قول لي ليه مطربين المهرجانات عاملين مشاكل كتير؟ يعني دايما ليهم مشاكل كتير كده، وليه دايما نسمع انهم ان في مشاكل بينهم وبين بعض، بينهم وبين النقابه؟ ليه؟ على فكره مشاكل في كل حته، مش انا بس، يبقى عشان علينا الضوء، لكن دي مشاكل في كل حته. يمكن ده احنا ده في مشاكل تانية اكتر كمان عندنا احنا، مشاكلنا بسيطه. طب ايه مشاكلكم انتوا؟ مشاكلنا احنا النفسنا بينكم وبين بعض احيانا. والله لا والله لا والله العظيم مش النفسنا، في ناس فينا انا عملت مشكله واحده بس، او انا يعني انا في اول بنت الجيران. لا انا مش حاسبك من ضمن المشاكل على فكره. لا برضو عشان برضو اوضح للناس برضو، انا عمري ما كنت فعل في مشكله غير مره واحده، ومش مشكله كمان. لما انا نزلت بنت الجيران دي، نزلت كنت انا مش في مصر، صح قلت حضرتك، كنت انا بغني بره مصر. فقعدت شهرين انا بره مصر، وجيت بعد شهرين لقيت الاغنيه الضربه والاعلان كله، ومفيش حد بيتكلم على عمر ده خالص، مع ان انا فرد اساسي في الغنوة وساعدت في نجاحها يعني. فانا طلعت قلت يا جماعه يعني ليه الاعلام متجاهلني جدا؟ زعل حسن ساعتها جدا مني، افتكرني اللي انا يعني انا مش متضايق منه خالص على فكره، بالعكس ده انت شريك نجاح واساسي يعني. لكن انا ابن حلال على فكره جدا والله، انسان طيب جدا. لكن انا بقول يا جماعه انا موجود، فيا جماعه يعني لو انتم ما تعرفوش انا مش موجود، او الناس بتسمع مهرجانات فاكر ده مطرب واحد، انا غنيت وانا ليا نجاح، انا بس عايزكم برضه تاخدوا بالكم مني. دي المره الوحيده. طب مين في نظرك انت افضل ناس غنت مهرجانات؟ قولي اهم ثلاثة في تقديرك انت. شاكوش بيغني مهرجانات حلو جدا، بغير بره مهرجانات كمان. رقم واحد شاكوش. حودة بندق شاطر جدا ومطرب بيغني جدا وليه اغاني ناجحه جدا. مين تاني في المهرجانات؟ في مطرب شاطر جدا اسمه مسلم برضو. من الشباب الجديد اللي طالع بيغني حلو جدا. لا في اصوات كتير جدا في مهرجانات بيغني حلو جدا وناجحين. محمد رمضان بيعرف يغني مهرجانات؟ طبعا ناجح جدا طبعا. يعني محمد رمضان تدي له رقم كام بالنسبه للناس مطربين المهرجانات، ولا هو مطرب شعبي ولا هو ايه؟ بس هو محمد مش متصنف معانا، لان محمد هو متصنف ايه؟ محمد رمضان في الاصل ممثل كبير جدا طبعا. حد ناجح جدا في لا بس لما بيخش يغني مهرجانات، محمد بيغني مش بيغني مهرجانات عموما يعني، هو مش مطرب مهرجانات. محمد بيغني ايه؟ هو محمد بيغني لون يعني ايه بين المهرجان وبين الراب. انت تفهم وجهه نظري. وبعدين محمد ليه فكر يعني، محمد رمضان بيقول لك مثلا ايه، بدل ما انا هقعد رمضان ده اعمل مسلسل مثلا واستنى رمضان الجاي يبقى ليه مسلسل، انا عشان افضل على الساحه وموجود واعمل دايما الدوشه والنجاح، انا بعرف اعمل اللون ده والناس حباني فيه فاعمله. وهو نجح جدا في ده. عملتوا حاجه مع بعض؟ لحن انا عملت له اغنيه دعائيه لمسلسل البرنس، كانت اغنيه حلوه جدا. بس فانا شايف محمد ناجح بصرف النظر عن اي بس حد. بس ما صنفوش انه مطرب مهرجانات. لا اصل هو مش في حتتنا، ما بداش اصلا مطرب، هو راجل مؤسس نجاح في حته تانية خالص، وبيزود شعبيته بالاغاني اللي بينزلها. بس سمعنا ايه؟ لا انت تغني بقى النهارده بيست اوف عمر كمال، يلا. ولا تعبت من الجدعنة، ولا
فني وفي عز وقت الجد كانوا حاطين عليا. بكرة الحساب يجمع خليكوا مستني اني هفضل على رجلي واقف انا لسه بيا بيا. وابن الاصول لو يوم يميل ودنيا قلبت وشها عمر. انا كنت قريت تصريح ان معرفش صحته ان والدتك مش راضية عن مهنتك, ده صحيح؟ هي كانت الاول مش راضية وبعد كده ما فتحتنيش في الموضوع تاني. انا معرفش بقى هي راضية مش راضية. مش راضية ليه؟ هي مش راضية ليه؟ صح. لان هي اتربت في نشأة هي ست حافظة كتاب ربنا ومنتقبة وكده, فهي ووالدي انا كان ملتزم جدا يعني شيخ زي ما بيقولوا, فهي بالنسبة لها اكيد العالم ده مش بتاعها. طب صلحتها ازاي؟ عملت ايه؟ هي شافت ان عمر كويس يعني انا برضو يعني سلوكي معتدل يعني انا مثلا لا جبت لها مشكله ولا دخلت عليها مثلا بسجاره ولا ماشي كويس جدا, فهي شافت ان المجال ما غيرنيش يعني. انا سامحتك؟ اه سامحتني, علاقتي بيها الحمد لله مرضيه جدا يعني هي ماشي بدعوتها وكده. راضيه عنك؟ هي بتقول لي يعني ربنا يكرمك في الطريق اللي هو يرضاه لك. بقول لها ادعي لي ربنا يوفقني, تقول لي لا انا هدعي لك ان ربنا يوفقك في الطريق اللي انت اللي هو شايفه لك صح يعني. لو ربنا ماشي معاك يبقى هو يمشيه لك بقى. بس يعني اللي انت بتغنيه ما ضايقهاش النهارده؟ مش فارق لما تكون في رقصه بتتضايق بقى, بتشوف بقى فيديو رقاصه بتاع ناس كانت بتتضايق تقول لي بلاش وكده مش ربنا يبارك لك والناس بتتكلم وانا الناس بتنتقدني وانا اصلا يعني ماليش ذنب وكده. فخفيت ده خالص على فكره, بطلت اعمله يعني. وانا لما اكون شغال عشان برضو اوضح للناس, لما اكون شغال على المسرح هو انا بكون شغال لازم ابتسم في وش الناس مش هكشر, فهو ممكن يطلعني فاهم. اكيد مش هقول له عايز تقول لوالدتك النهارده واحنا في سنه جديده اهو؟ اقول لامي يعني كل سنه طيبه ويجي على يعني يجي على يوم انا قبل يومك لان انا ماشي بدعوتها وبرضاها يعني, ولو بشوف خير اكيد بشوفه بسببها يعني. اوعى تزعل ماما. لا 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 ما زعلهاش خالص. قريت كمان تصريح بتقول فيه ان التزاماتك هي اللي بتخليك تغني وانك انت ما تتمناش تموت وانت مطرب, هل ده حقيقي؟ اه في وقت التزاماتي اه يعني الزمتني ان انا اغني لان انا خلاص انا ما قداميش سكه غير دي, انا كان كبر بيا السن. ممكن نعرف التزاماتك اللي هي ايه؟ العائليه يعني؟ لا مش كده, لما قلت لك انا ما نزلت القاهره قعدت الفتره دي كلها خلاص انا لحد سن 27 28 سنه وجع عليا وانا مش بلاقي اكل حرفيا زي ما قلت لك كنت شغال هنا وهنا مش بلاقي اكل. فهي دي السكه بقى لازم توصل فيها, ما انا مش هروح شركه اقول لهم عايز اشتغل ما فيش وقت لده, فهو انت بقى لازم انت مجبر خلاص تمشي يعني مجبر السكه دي تاخدها لحد الاخر بقى تشوف اخرها ايه, لان انت خلاص ما فيش رجوع الكلام ده ما عندكش 19 ولا 20 سنه. لك مش عايز اموت وانا مطرب ممكن. انت قلت كده ماشي. انا ليا طموحات ثانيه. انت عارف فيك ميزه لطيفه جدا, خدت بالي من اول حوار, انت صادق جدا. ما مش بكذب. عاجبني فيك صدقك وبراءتك, انت بريء وصادق واللي في قلبك على لسانك. ربنا يخليك يا دكتور. عشان كده انت بتحب من الناس. شفت بقى ازاي؟ لان البساطه والتلقائيه. ربنا يخليك يا دكتور. انت قلت كده ليه؟ انا ليه؟ انا هبطل في يوم من الايام. انا عارف كده كويس جدا يعني. هبطل في يوم من الايام؟ امتى هبطل؟ لما اعمل حاجه معينه في دماغي انا. اللي هي ايه؟ ممكن لما اجمع مبلغ معين واعمل بيزنس لنفسي ابطل. ساعتها ايه البيزنس اللي ممكن تعمله؟ والله في كتير مشاريع في دماغي بجد. ايه فكرت فيه؟ يعني عايز اعملها. في مشروع عايز اعمله يعني عندنا في السويس. ايه؟ انا اشتريت حته ارض كده بس لسه طبعا يعني عندي في منطقه هناك اسمها السلام كده حضرتك عارف اول البلد. اشتريت حته ارض كبيره الحمد لله ما شاء الله. انا حصل عليها مول كبير, ف
فلسه دلوقتي مش معايا معايا امكانيه اشتري الارض بس معيش يعني انت لما هتجمع فلوس المول هتعتزل الغنى. مش ده بس، انا ليا طموحات كتير جدا عايز احققها على فكره، وعايز اعمل مشاريع، في حاجه كتير جدا في دماغي عايز اعملها. انا شايف عند نقطه معينه هبطل الغنى. يعني افهم من كده انك انت ممكن تعتزل في اي لحظه. ده وارد جدا على فكره، ان كمان شغلانه مشاكلها كتيره جدا يعني. كل سنه وانت طيب، تنورتني وبشكركم جدا، كنت سعيد جدا بوجودكم معانا النهارده في الليله الجميله ديت. ربنا يسعدكم كلكم، ربنا يسعدك، ربنا يخليك ويسمعنا عنك كل خير، ورب كده يحقق لك امنيتك. نفسك ايه في السنه الجديده؟ انا نفسي انجح اكتر واكتر، بس اجمع الفلوس انا عايزها عشان ابني عشان اعمل البول. ربنا يسعدك ويحقق لك. هنختم بايه بقى؟ هتسمعنا ايه في الختام بقى؟ تعال نقول اوعدك بقى. يلا يلا بينا. كلهم ما تحن عليا ستهم، ده حضورك حارق دمهم، ما بس يا
يحلى السهر ويا العمر بس انتو باحلى يا منورين ضحكتكوا فين خلوا الكلام يا حلى يحلى السهر ويا العمر بس انتو باحلى يا منورين ضحكتكوا فين مع بعض يا دكتور وهدي هدي 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 هدي
لسه مكملين مع حضراتكم سهرتنا الجميلة، حفلة خاصة جدا جدا وحلقة خاصة جدا بمناسبة رأس سنة 2023. يا رب تبقى سنة جميلة علينا كلنا. مرة تانية برحب بضيوفي اللي مشرفيني من مشاهدي البرنامج وأصدقاء البرنامج اللي حابوا يقضوا رأس سنة معنا النهاردة، وبرحب بالنجمة الجميلة اللي صوتها مليان شقاوة وخفة دم وبساطة، وصوتها كله بهجة وفرحة وسعادة. صوتها لما تسمعه بتحس كده بالصحبة والونس والشجن والشوق واللمة الحلوة. صوتها بياخدنا لدنيا جميلة جدا وعالم تاني بكلمات أغاني مختلفة وألحان جميلة. معايا المطربة الجميلة هدى اللي منورين النهاردة في الاستوديو. كل سنة طيبة يا هدى. وانت طيب يا دكتور، مرسي جدا. وسنة سعيدة عليك ان شاء وعليك الله يا رب. وتبقى سنة حلوة بإذن الله. اللهم أمين. كل سنة حضرتك طيب وكل المشاهدين وكل الناس طيبة، وسنة سعيدة فعلا وجميلة علينا جميعا يا رب. وكمان برحب بفرقتك الجميلة، كل سنة طيبين، نورتونا وشرفتونا في رأس السنة النهاردة. سعداء جدا بوجود حضراتكم معانا. أخبارك إيه؟ أنا تمام الحمد لله. أخبار السنة الجديدة معك إيه؟ يعني إن شاء الله يكون سنة حلوة. يعني هي أيام كلها جميلة. أمنياتك إيه في السنة الجديدة؟ بصراحة يعني أمنيتي أول حاجة يعني نفسي أطلع عمرة. يعني بقى لي فترة كبيرة جدا جدا نفسي أطلع عمرة، بس مش متوفقة يعني. ولو تسألني على أمنيتي، نفسي أشوف ربنا يدي الصحة لأبويا وأمي، لأن أنا بقيت أخاف عليهم أكتر من الأول بكتير قوي، وأشوف بنتي أحسن الناس. والله دي كل امنيات جميله، اللي هي الصحه والستر والعافيه. طبعا فدي اجمل امنيات طبعاً نتمناها لينا ولحبايبنا والقريبين مننا يعني. اكيد. فان شاء الله كمان ربنا كمان يكتب لك كل خير ان شاء الله، ويحقق لك كل امنياتك ان شاء الله باذن الله ان شاء الله. دلوقتي بتزعلي بقى لما بيقولوا هدى بالنارين وبينسبوا لك دايما غنوه بالنارين، على انك انت اسمك هدى بالنارين؟ لا خالص، مش بزعل خالص. اصل هي هتزعل لو كان شيرين قالوا عليها ايا ليل في الاول برضو. يعني كذا حد، ما هزعل لو انت يعني نجحت نجاح اغنيه الحمد لله، لكن هي دي تزعل يعني، لان في حاجات بتطلع هي هوبا وخلاص بتختفي، ما بتعرفش عنها حاجه تاني. لكن ان انا اتلقى باغنيه وفي وراها نجاحات تاني وحاجات ان ربنا بيكرمني فيها، فمش بزعل، لا بالعكس خالص، ده هي وش السعد عليا وما زالت. فعلا مونت كان رافضها في الاول لما انت رافضها جدا، يعني هو مش رافضها جدا، احنا كنا خلصنا الالبوم يعني خلصنا خالص، وسمعتها كده بالصدفه، هو ما كانش راضي ياخدها. انا بقى كتر الزن على الودين بقى، عارف يعني، انا بحجز اغنيه حلوه وجديده لما بنت تقف تغني انا بين نارين انا وشويتين دول، فهي كانت وش سعد بصراحه. وفعلا هي اظنها عرفت بالناس كلها طبعا. طب فاكره اول اجر خدتيه؟ اول اجر خدته 30 جنيه. عملتي بيهم ايه؟ اديتهم لماما. اظن يعني كانوا اهم 30 جنيه في حياتك، صح؟ اول قبض ده مهم. طبعا هنا كنت مبسوطه جدا جدا جدا، عارف انت انبساطي اكتر احساسك ان انت طبعا بالنسبه لي كانت 30 جنيه دول يعني فلوس بقى. يعني احساس ان انا ماسكه فلوس واديتها لامي هتجيب حاجه او هتجيب حاجه لاخواتي، فدي كانت حاجه بسطاني بطريقه رهيبه، وده كان كل همي على فكره، اللي هو قبل حتى الغنى. وامتى تخصصتي بقى في الاغنيه الشعبيه؟ يعني قالوا عليكي خلاص بقى انت متخصصه في الاغنيه الشعبيه. من اول ما غنيت، هو انا من قبل ما يختاروا او يسالوا على بنت تغني زي حكيم، هو انا كنت بغني في الافراح للعدويه وحكيم، وكنت بغني سميره وجواهر لكل الناس، بس كنت دايما بغني شعبي في الافراح والحفلات. يعني قبل ما يعني كنت عايزه تكوني مطربه اغاني شعبيه؟ هو انا ما كنتش عايزه. لكن هنا كنت بغني كله، لكن لما طلبوا قلت لهم شعبيه شعبيه، يعني هو شعبي وحش. مش كتير بيغنوا شعبي يعني على مدار تاريخ خضره، محمد خضر، فاطمه عيد مثلا، كان كلهم ناس الناس العمالقه بتوعنا بقى. يعني اساس الغنى الشعبي بتوع زمان، لكن دلوقتي لا، كتير كتير بيغنوا شعبي، وبقى يعني كتير شباب وبنات كتير. هتسمعينا بالنارين؟ طبعا. يلا نسمع بالنارين. I'm not afraid.
يا ولا صحتك يا ولا. ايه اهو يلا روح 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 وسافر. لطيفة بالنارين و... انا عايزه اقول لك يعني انا غنيت بالنارين دي لحد ما وصلت اللي انا بقيت بالنارين بجد في الحياه عموما يعني. كنت بغنيها عارف بغني اغنيه حلوه وكلام حلو انا بالنارين واغنيه مرقصه و... وكلام يعني ما كنتش فاهمه قوي. الحياه فهمته لي بقى. ايه فهمتك ايه؟ لا لا يعني الحياه بقى والضغوطات والتفكير ان انت محتار بين حاجه وبين حاجه او تاخد الحاجه دي او كده يعني يا دكتور. طب انت ليه شويه مقله يعني؟ ممكن ثلاث البومات بس اللي عملتيهم؟ عملت ثلاثه او اربعه. ليه مقله يعني؟ ليه مش خايف حجم انتاج؟ موضوع الالبومات طبعا بالنسبه لنا ان انا انتج البوم كامل ده يعني على شخصيا صعب عليا طبعا، لان انا في قعدت فترة وما زلت بنتج لنفسي وبعمل لنفسي كل حاجة بعد فضل ربنا. فإن أنا عملت قبل كده يعني عملت ألبوم بس ما نزلتش، ما عادش في وجود قوي للألبوم. الحياة كلها بقت السوشيال ميديا أو تصوير كليب، تصوير أغنية وبس. لكن ألبوم كامل دي أكتر فيديو كليب تعتزي بيه إيه؟ أكتر فيديو والله يا دكتور يعني كله بس بحب جر نعم. بحب كليب جر نعم، وبحب كل سنه جدا جدا، كل سنه ليا جرح. اكيد في موقف طريفه غريبه حصلت لك مره وانت على المسرح وانت في فرح بتغني، دايما كده بيكون في كده شويه حاجات لطيفه بتحصل مع المطرب خصوصا في المناسبات اللي زي دي، فاكره ايه منها؟ يعني بص، هو كل المواقف اللي هتبقى طريفه، السوسه اتقطعت مثلا وانت على ستيج كبير جدا ومش عارف تعمل وانت في نص الاستيج. مواقف مثلا رحت مره فرح كنت الكعب الكسر، وهو الشغل كان جنب البيت مش بعيد، فاخويا راح جاب لي يعني الشوز اللي جابه لي جاب لي فرده غير فرده، فانا اضطريت البس ده بس ما كانش باين ان كان الفستان طويل. ايه تاني ممكن انسى؟ الاغاني وانا بغني دي اكتر حاجه بقى بص يعني بتخليني اضحك. و طب بتعملي ايه لما تنسي؟ لا بضحك وابص الفرقه واقعد اقول لهم عادي يعني عادي. واضح انها بتحصل كتير قوي الحكايه. والله بص يعني هم يا عيني كلهم وش. فممكن اطلع انسى كلام كلمه يعني عادي. هتسمعينا؟ طيب اقعد اضحك. هتسمعينا ايه؟ اللي انت عايزه. اللي انت عايزاه. يلا بينا.
انا عايزه اقول لك انا اول مره اغني الاغنيه دي. لا بس لطيفه جدا الحمد جدا لله. ولسه عامله عليها بروفا وكله يعني. لا حلو وانا نسايه خلي بالك. فقلت الكلام ده تديش انطباعات بقى على نفسك انك انت بتنسي داخلين. طب استنى لا انا عايزه اقول لك السنه الجايه سنه كام؟ السنه دي سنه كام؟ 23. واللي مشيت سنه كام؟ 22. طب الحمد لله كويس. دلوقتي انت بقى لما بهاء سلطان غنى قال قوم اقف وانت بتكلمني، فانت رحت رديتي عليه. بص هو ما انا ما رديتش عليه، قلت له ايه غنيتي له؟ قلت له بقى ايه ان ده لحد كبير اكلمك؟ ايوه امال احنا نسكت؟ ما نسكتش البهاء. هو يقول لي قوم وقف انا اقول له ان ده لحد كبير. مين بيعجبك في الاغاني المطربين الشعبيه؟ في كتير حلوين، رجاله وبنات صح. بحب جدا حكيم طبعا، وبحب البحراوي جدا جدا جدا، وطارق الشيخ وعبد الباسط طبعا، وعلى راسهم طبعا نجم كبير عدويه. وفي كتير مش عايز انسى حد بصراحه، لان في فعلا كتير كتير مطربين شعبيين حلوين قوي. طب مطربات؟ مطربات بحب بوسي، وبحب امينه جدا، و لا في كذا وفينا بس مش كتير المطربات اللي بيغنوا شعب. والله يا كتير، لا في برضه يا دكتور يعني، هو مش كتير قوي بس يعني انا عايز اقول لك على حاجه من الاخر، يعني هو الشعبي ملك الدنيا كلها بصراحه. بصراحه لا لا ملك الرقص. الحاجه الوحيده اللي بيتفق عليها جميع الناس بجميع الانماط والاذواق الشعبي طبعا. يعني طبعا يعني هو فعلا اللي فيه البهجه، وهو فيه الكلمه اللي هي ما بين وسط الناس، اللي هو زي ما اللي بيقولوا عليها افيه. ما هو الافيه اللي احنا بنجيبه من وسط الناس، يا عم ما اعرفش ايه، يا السلام عليكم، فاهمني؟ فدايما الشعبي هو يعني هو فعلا مكتسح، لانه فيه بهجه وكلامه قريب مننا. هتسمعينا ان ده لحد كبير اكلمه؟ يلا بينا. يلا حافظها؟ حافظها.
اولا انت عملتي حاله بهجه عاليه جدا يعني، وانا شايف الـ يعني الـ جمهورنا الجميل اللي مشرفني النهارده شايفهم يعني تفاعلوا قوي قوي، يعني مش بس الجمهور احنا سنة كمان جديدة اللي ورا الجمهور كمان متفاعلين. احنا سنه جديده يعني، لا ان شاء الله مش عايز اقول لك عاملين فيا ايه ورا يعني. لا انا شايف ورا، انا شايف ورا وشايف مين ورا بيعمل ايه. لا ده جمال. يلا ان شاء الله سنه جميله عليكم ان شاء الله باذن الله. انت كمان عملتي اغاني لمسلسلات وافلام يعني. عملتي مزاج الخير، عملتي جبل الحلال، عملتي فيلم عمر الازرق، مظبوط. ايه اكتر اغنيه حبيتيها بقى في الحلال؟ اكتر اغنيه في على وضعك يا كبير بحبها قوي، وفي في مزاج الخير غنيت انا من جبل برضو اغنيه جميله بس بحب على وضعك يا كبير. وعملتي كمان ديو مع عبد الباسط حمود اظن. ما عملت مع عبد الباسط، وعملتي مع احمد العيسوي، وعملتي مع حمزه صغير، عملتي مع بس كان دويتو جميل جدا. ما تسالي يا عم عليا. لو في حد نفسك تعملي معاه ديو لسه ما عملتيش، نفسك تعملي مع مين في عام 23 ديو؟ يا هو انا طول عمري نفسي اعمل مع حكيم، يعني انا عمري ما خدت الخطوه او خدت الموضوع بجديه، بس هو دايما يجي فكري في دماغي، يعني عمري ما اقترحت او كلمت حد، لكن بحب حكيم جدا يعني. هتسمعيني يا حكيم؟ شفتوا بقى الزنقه؟ يلا بقى. طالما بقى كده شايفك تقولي حكيم فقلت يلا بقى. طب افرض انا بقى مش حافظه يعني يا دكتور. انت مش حافظه غريب، بس حافظه حكيم واضح. نقول لحكيم ما نقول فيها ايه يعني؟ بس نقول من غير مزيكا؟ زي ما انت عايزه. او تخشوا معايا زي ما انتوا عايزين. استاذه هنا منكم صراحه. نقول خلي بالك ده اول اغنيه قلتها لما طلبوا مطربه شعبيه. قالت تغني، قلت لها غني حكيم. اللي سامعيني. هو الحقيقه حكيم من الناس الجمال جدا. طبعا طبعا. نقول في ايه يعني ياللي بياني لو تتواني ودوت ميل حيرتني صورتني خليتني وياك يا جميل. في ايه يعني ياللي بياني لو تتواني ودوت ميل حيرتني صورتني خليتني وياك يا جميل. وعامل ايه ولا ايه ولا ايه؟ عامل ايه ولا ايه ولا ايه؟ عامل ايه ولا ايه ولا ايه؟ يلا سقفونا. نسمع بقى زكي يا زكي، بما ان قلنا بقى اغاني الافلام والمسلسلات نسمع زكي يا زكي. يلا بينا. يلا حبيبي ماله.
هايله، برافو عليكي. احنا يعني مبسوطين ان انت مبسوط. لا جدا انا مبسوط جدا، انا شايفهم هم مبسوط. حابين يعني حابين الاغاني زي ما انت في واحده هناك انا واخد بالي منها حافظه الاغنيه الصم يعني. يعني احنا نحب نفسيتك يا دكتور زي ما انت بتبسط الناس. الله يخليكي انت. اه والله ربنا انا مبسوط طبعا. ما فيش حد ما بيتابعش حضرتك وكنا متابعينك والحاجات الحلوه اللي بتعملها. ربنا يخليك، ربنا يرضيك زي ما بترضي الناس ويجعلك يا رب ويجعلها سنه جميله. اللهم امين يا رب. اللهم امين ان شاء الله باذن الله. بمناسبة الأعمال الدرامية، أنت كمان مثلتي في الزمهلاوية؟ آه لا، مثلت في مزاج الخير وغنيت وجبل الحلال، بس كانت يعني. طب ليه ما كررتيش التجربة؟ بص هقول لك بصراحة، يعني موضوع التمثيل بالنسبة لي هو كان في الأول أنا مش مدركة يعني إيه دور وتمثيل، وإن أنا مثلا كنت رايحة عشان واخدة دور وهغني مع في المسلسل او في التتر الاغنيه هصورها استفيد بها كاذاعات لشغلنا. اوكي فهمني. لكن وكنت بكسف ابقى امثل كده الكاميرات والحركات، بكسف انا من الحاجات دي جدا. فقرار وكنت يعني لما شفت نفسي وانا بمثل ما انبسطتش، حسيت ان انا بمثل يعني. عارف انت، انت شايفه نفسك مطربه؟ ده هو ده احساسي. لكن لا، بعد كده خدت كورسات تمثيل. فدلوقتي بتأنى بقى لو انا هختار حاجه، يعني نقول في 2023 احتمال نشوفك في اعمال دراما. يا رب. هتسمعينا ايه؟ نقول ما تسأل. هتغني ايه، فولكلور ولا ايه؟ نقول حاجه فولكلور. يلا. بص الاغنيه برضو انا لسه عامله عليها بروفو ومش حافظينها قوي، لو غلطني فيها عادي يعني مفيش اي مشكله. ماشي، غني اللي انت عايزاه. اه يعني. الراجل قال لي مفيش اي مشكله تلخبطي ونسي الاغاني وتطلع من لي موضوع. مبروك عليك عريسك الحليوة، مبروك عليك.
والله في حالة بهجة. انا فرحان لسعادتهم والله. والله انا كمان مبسوطين ويعني شايفهم مندمجين بصدق. كل الناس عايزة تتبسط وكل الناس عايزة تفرح. ده بجد والله. لا والله ان شاء الله باذن الله يا رب يسعدهم كلهم ان شاء الله. اللهم امين. باذن الله. الفقرة بقى دي اسمها عناوين الاغاني. هسألك اسئلة من وحي عناوين الاغاني بتاعتك وتردي عليا. تقولي لمين تسألي عم عليا؟ لا مش عارفة. مين؟ لا مفيش في حياتي اللي اقول له ما تسال يا عم عليا. تقولي لمين انت لسه فاكر اهالي؟ انت لسه فاكر اهالي. اقول لاي حد زعلان مني يعني، مع ان انا مش بزعل حد الحمد لله، بس انت لسه فاكر اهالي يعني. تقولي لمين على وضعك يا كبير؟ ابويا طبعا، حاج عنتر. حاج عنتر بنحييه. امتى قلت لنفسك اصطبحت بوش مين؟ بقولها دايما لامي وبقولها لبنتي يعني، لاني لاني تبقى احلى استباحه بصراحه. يلا بسمع. انا جبت لنفسي يعني. يلا استباحتي بصي. ايوه احنا يعني. حافظينها ولا؟ ايوه شفتي بقى، بس يا دكتور هم اللي مش حافظين. شفتي بقى انتوا مش حافظين. نرجع لنفس اللعبه بتاعتنا. طيب تقولي لمين هو الخسران؟ دكتور مين بقى الخسران؟ اي حد بيخسرني هو خسران. طب امتى قلتي لنفسك الله على الفرحه؟ الله على الفرح. لما بيحصل حاجه في شغلي تبسطني، او يعني او اشوف بنتي عملت حاجه بسطاني مش مزعلاني، بقول الله على الفرح بجد. لان يعني سمعتك بتغني مره لصباح توبي. دي نسمعها. يلا بينا. مفاجأة دي برضو؟ لا لا لا. لا.
بصي بقى يا ستي، اللعبه دي بقى اسمها لعبه هتحكم عليا بايه. قدامك مجموعه من الكروت اهيت، أيوة. كل كارت فيه حكم لازم تنفذيه، ممنوع ترفضي اي حكم منهم. جاهزه؟ حاجات صعبه؟ طيب يا دكتور انا عارفه عنك ان انت طيب. بسيط. لا تقلقيش، طيب والله. الكارت الاول. طيب؟ يلا اتفضلي. ما افتكركش. ما تقلقيش. يلا ناخد كده اول كارت. يقول يا اول كارت ده كده وش كده. ايه؟ عاوزه اسمع منك زغروطه زغروتين ورا بعض مش شبه بعض. ده الحكم. ده جه في ملعبي. عايزه المايك؟ يعني لا، من غير مايك بقى، مش شرط يا دكتور مايك. تضحكوش يا عيال. ايش ليه الاحراج ده يا دكتور؟ يعني واحد بيزغرك كده ليه؟ الحكم طلع كده. ايش؟ اوكي. دي اول زغروطة. لا والدكتور ايه؟ اوكي. طيب نشوف الحكم الثاني بيقول ايه. بيقول لو اخترتي مطرب من الثلاثة دول عشان تغني له تختاري مين؟ احمد عدوية، محمد رشدي، محمد العزبي. طبعا الثلاثه بحبهم. هتختاري مين؟ جدا. بس ممكن نختار سؤال برضو محير يعني، يعني واحد بقى عايز. بس الثلاثه يعني اجمل من بعض، عدوية ومحمد رشدي ومحمد العزبي، محافظ الالقاب. تغني لمين فيهم؟ الواد بيغشش. ثلاثه. لا مش حافظ. ماشي نغني لاحمد عدوية. يلا اوكي. اوكي. طيب هم اللي سلطوني برضو. طيب. وانا بحب احمد عدوية. يلا كلنا بنحب احمد عدوية. Yeah.
الاحكام تحتك خلي بالك. ده الدكتور مركز. طيب احنا كده غنينا لعمنا احمد عدوية, نشوف بقى الحكم. نقول الحكم جاي ايه بقى اللي بعده. طب لو انا ما جاوبتش في حكم يعني تحب. لازم تنفذي الاحكام لازم. فاش اي حد من الفرقه يعني. ممكن والله. نقول ايه يا لهوي. ايه يا لهوي ده انا ما بعرفش خالص. انا عارف بس هتغنيها. لا بس يا ريال. اختاري شخصية من الشخصيات اللي تعرفيها وقلديها. قلد لكم الفرقة بقى. يلا اختار. يلا اللي انت عايزاه. هتقلدي مين؟ هقلد خالد. طب خالد بيعمل ايه ورينا. يلا قوم يقعدي مكانه على الأورج ورينا بيعمل ايه بجد. يلا قوم قوم يا ما انا مش عارف يعني. يعني ماشي بس مين هيعمل هدى عشان يكلمني وانا يعني ماشي اوكي. هو بيعمل كده. لا انا لازم اقلده ولا انا عايز اقلد كل واحد الفرقه والله يعني. بس خلينا اقلد خالد. ازعى زيي. نعم. طبعا هو بيبقى واقف يا دكتور. ايوه عشان بس اعرف ممكن مثلا يعني في عز الزحمه وعايزين اغنيه كذا و والنبي ما تضحكوني بقى. والنبي ما تضحكوني عشان في قلبي كتير من العيال دي. اصبروا بقى. شوف بقى في التلفزيون. بيبقى واقف كده اهو والدنيا زحمه وانا مثلا عايزه اغنيه. هنقول اغنيه يعني. هو بيقول لك لا ويديني اغنيه تانية خالص يعني. انا اقول له كذا يعني. لا برافو. يعني انا يا دكتور ابقى قايله له اغنيه ويديني حاجه وهو يبقى ايه مركز لي تركيز ابن رزينه. اخد يا خالد. ميرسي يا خالد. اتفضل. برافو. اللي بعده نخش على الحكم اللي بعده. ايوه غني اغنيه من اغاني المهرجانات. غني اغنيه من اغاني المهرجانات. طب وانا مش حافظه قوي بس ممكن اقول بس عادي لو غلطتي في الكلام يعني. يعني لو ناس مفيش مشكله خالص. طب بحر من السياب على لسانه ما يلزمناش واحد من اللي خانه اي حد معانا عارف تمامه. ليه اغلب اللي بيغنوا مهرجانات رجاله مش مطربات؟ معرفش يمكن هي هو الهوجه اللي طلعت مره واحده. لقينا كله شباب بس يعني. طب مين اكتر مطرب مهرجانات انت بتحبي تسمعيه؟ بحب عمر كمال وبحب مع ان عمر كمال بيغني برضه يعني صوته حلو وبحب شاكوش وبحب حمو بيكي جدا وبحب صوصه. بحب صوصة عشان بنتي بتحبه. لا في ناس كتير انا مش يعني ممكن تلاقيني حافظه الشكل جدا بس الاسامي مش حافظه قوي. بس في صوصة وفي مين تاني غششوني. وعنبه. هدى الحقيقه انت اسعدتيني النهارده وانا عايز اقول لك كل سنه طيبه. انت بألف خير وان شاء الله سنه جميله عليكي. اللهم امين. وبشكر جدا فرقتك الجميله اللي كانت منورانا كلكم جمال ويا رب تبقى سنه حلوه عليكم ان شاء الله باذن الله.
واتمنى لك كده في 2023 كل خير كل سعاده، نسمع عنك دايما كل خير. اللهم امين. احنا سهرتنا مستمره مع حضراتكم، ونسيب بقى هدى تختم فقرتها بالاغنيه اللي هي تحبها. اوكي يلا.
الخير، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. انا سعيد جدا ومبسوط ان انا معاكم النهارده. كل سنه وانتم طيبين، ومصر كلها والوطن العربي كله بالف خير يا رب. وهابي نيو يير. طبعا انا جاي النهارده عشان اعمل معاكم فقره حاجه جديده جدا. ايه اشهر تريك انتوا عارفينه ليا؟ اوكي، خليني اعمل معاكم تريك. عايز اي موبايل؟ ممكن اي موبايل. ادي لحد من اللي قدامك، ادي لحد من اللي قدامك. الموبايل ده مقفول صح؟ حل الوحيد ان هو يتفتح دلوقتي الباسورد يا الفينجر برينت بتاعك. بس انا معايا ده ولا معايا ده؟ انا هحاول اكتب الباسورد بتاعك، مستحيل ان هو يتفتح صح؟ مستحيل. لو كتبت الباسورد كده مثلا برضو مش عايز يتفتح. بس انا عشان افتح الموبايل كل اللي بعمله حاجه واحده بس، عارفين ايه هي؟ ايه؟ اوكي، ان انا بحط الموبايل على قلبي وفي نفس واحد عايز بتقولوا له عزام بيقول لك اوبن. يلا 1 2 3. استنى اوبن ايه وكلوز ايه؟ وانت بتعمل ازاي كده يا جماعه؟ ازيكم نورتونا. انت بتعمل مع الناس فتح. ايه في وجود دكتور عمرو الجيسي؟ فتح ايه؟ انت عملت ايه؟ فتحنا الموبايل تاني فيه. موبايلات وفتح لا. موبايلات والكلام ده برضو. النهارده بقى هعمل لكم تريكات جديده، تريكس جديده جدا جدا جدا. بعيد عن فتح الموبايل خلاص. يلا هنشوف. بس انا مش بعرف امسك نفسي ان انا ما افتحش اي موبايل. بس انا هقول لكم على حاجه تانية. الباسورد بتاع تليفونك انا اعرفه، قوله كده في سرك. اوكي، 2 8 2 0 0 2. الباسورد بتاعك. اوكي دوله. شكرا جدا. يلا بقى تعالوا نستمتع مع بعض باللي هيحصل. ازيك يا عزام؟ كل سنه طيب. سنه حضرتك بخير. اخبارك يا عزام؟ الحمد لله يا دكتور. سنه سعيده عليك ان شاء الله حبيبي، وكل سنه وانت طيب، واتمنى لك كده كل خير. حضرين مفاجات حلوه النهارده في راس السنه ان شاء الله. هنعمل مع بعض تريكس جديد. طيب احنا معانا كمان النهارده، اديك شايف اهو جمهور البرنامج جايين النهارده وحب يكونوا معانا في راس السنه. طب انا هعمل معاك تريكس. تلعب معاهم كلنا؟ كلنا. اه بالظبط. طيب تريكس جديد. انا معيش موبايلي اولا، انا بس بقول لك انا جاي لا معايا موبايل ولا حاجه، عشان فتحت كل الموبايلات اللي قابلتها في حياتي. فانا المره دي بقى هعمل معاكم حاجات جديده اول مره تشوفوها. اتفقنا؟ على فكره كل التريكس دي اول مره اجربها لسه معاكم، فربنا يستر. خلينا نشوف. انتوا عارفين الكروت كلها طبعا، عارفين اشكالها، عارفين كل حاجه تمام. كل الكروت مختلفه زي ما حضرتك شايف كده. خلينا ناخد الكروت دي كده. تحب حد منهم يقرب عشان يكون معاك؟ انا هروح لهم. انا كل الكروت مختلفه وهطلع من حضرتك. تقول ستوب. سيبهم. فنط دول، فنط دول. اوكي. سيب. مختلفين. ماشي. اوكي. سيب. زي ما هم زي ما هم. هخلي حضرتك تقسمهم. هخلي حضرتك تقسمهم من اي مكان. اوكي. اتفقنا. اصبر. خلاص انا هقعد لما حضرتك دكتور عمرو ناويلي المره دي. يلا. امسك. اتفضل. اوكي. يلا. اتفقنا. ممكن نختار مين؟ مين مثلا؟ اوكي، كل الكروت مختلفة. اتفقنا. عايز مثلا قول ستوب في أي مكان يعجبك، أي مكان. المس أي كارت. أنت المس كارت. وأنت كمان كارت. شوفوا الكروت دي أنا ما أشوفهاش. شفتوها؟ اتفقنا؟ كل واحد يحفظ الكارت بتاعته. تحب توريه للكاميرا ولا لأ؟ ها؟ براحتكم، أنا ببص الناحية التانية. تمام؟ اوكي، حط الكارت في اي مكان. حط الكارت في اي مكان. حط كارتك في اي مكان. افتح ايدك كده. خلينا نفنط الكروت. حط كارتك. افتح ايدك وفنط الكروت. تمام. وابعد هنا كده. وفنط الكروت بطريقه عشوائيه تماما. انا عارف اي كارت من الكروت كان رقم كام ولا لا؟ لا، انت عارف كارتك كان رقم كام؟ اوكي، بص انا هاخد البنت دي بتوقع ان هي كارتك. ركز كده على البنت، هقلب البنت كده. البنت دي بتاعتك؟ متأكد؟ بص همسك البنت كده، اعملها كده. اختفي. اجيب البنت. كارتك كان كام؟ هو ده. اوكي، دي اول اتنين خليها هنا. فاكر انت كارتك الرقم كام مثلا؟ انا بتوقع ان السبعه دي بتاعتك، مجرد توقع بس مش اكتر. اتفقنا؟ بص انا اخد السبعه دي جوه الجاكيت هنا وبعدين اعمل كده تبقى كارتك صح. اوكي، اما الكارت الثالث مثلا، خلينا اعمل معاك تريك تاني. كوتشينه دي بتسمع وبتتكلم؟ متأكدة؟ طيب بص انا هاخد الكروت كلها، هاخد شوية اب فيس وشوية داون فيس. يعني شوية وشهم لفوق وشوية وشهم لتحت. شوية وشهم لفوق وشوية وشهم لتحت. كده. اتفقنا؟ عايزة كارتك يكون مثلا من الوش لفوق ولا لتحت؟ والكوتشينة كلها في ايدي هنا. لفوق؟ اوكي. هتقول الكروت عزام بيقول لك اتعدي اللي معاه ده كارت وش لفوق. قولي له كده بس. كارت وش لفوق. دلوقتي الكروت دلوقتي بتسمع؟ مستحيل صح؟ بص يعني امسك الكروت افتحها الاقي كل الكروت اتعدلت ما عدا كارت واحد بس، هو الوحيد اللي وشه فوق.
ده الكارت اللي انت اخترتيه. ده كارتك فعلا؟ اوكي تعال نعمل بقى تريك تاني. انا معايا 3 ظرف، عايز حضرتك مثلا نختار مين؟ اختار مين؟ دول 3. انا مش هلعب معك. اوكي انت بس وجهني. ما بلعبش انا معك. اختار رقم كام منهم؟ اختار اللي انت عاوزه. لا معك. يعني مثلا رقم 2، رقم 3، رقم 1، حضرتك تقول لي الرقم بس. رقم 3. رقم 3 اوكي. مثلا ممكن اختار مين؟ 3. ادي لمين؟ اللي انت عاوزه. اللي حضرتك تقول لي عليه. انا ماليش دعوه، انت العب. اوكي امسكه خليه معاك بس ما تفتحوش مهما حصل. حضرتك اختار رقم 1 ولا 2؟ اختار رقم 2. رقم 2؟ اه. اوكي. مثلا خلي ده معاكي. ما تفتحهوش مهما حصل. خد بقى رقم 1. اه. اتفقنا؟ مثلا خليه معاكي. اوكي. طيب، خلي الظرف ده معاكي ما تفتحهوش مهما حصل. تمام؟ أنا بعد إذنك ممكن توقف عادي ولا صعب؟ خلي الظرف في إيدك. أنا همسك مثلا ورقة وقلم وهطلب من حضرتك دلوقتي تفكري بأي دولة تخطر على بالك ما حدش عرفها غيرك. اتفقنا؟ ليها في سرك. لا لا ليها في سرك. تخيل ان انت دلوقتي رحت الدولة دي. تمام؟ قلت لها قولي اسم الدوله اللي اخترتيها بصوت عالي. دعاء مايك. ايطاليا. اكيد. اه اوكي. هي دي. هي دي. امريكا. تمام. طيب خليني اديك مفاجاه احسن من كده. انت في ايدك ظرف، الظرف ده جالك بطريقه عشوائيه. دكتور عمرو اللي كان بيوجهني ادي 2 3 1 بمزاجك صح؟ افتحي كده الظرف اللي معاكي هتشوفي مكتوب فيه ايه. ايطاليا. وريني الناس وريني الناس. امريكا. ايه ده انت تعرفي قابلتي قبل كده؟ اوكي انت اخترتي فعلا ايطاليا. تمام. خلي الظرف معاكي وخلي الرقم. بدأنا بقى في الالعاب اللي ايه. اتفقنا. ايوه. تمام. عايز حضرتك تفكري في اي حد مثلا. احنا نصعب الامور اكتر. فكري في اكتر حد مشهور نفسك تقابليه او حد بتحبيه بس ما تقوليليش عليه، خليه بسرك بس. اتفقنا؟ اكيد. بصي انا عن طريق الورق والمص دول بتحدى نفسي ان انا هقدر اخمن او اتوقع انت فكرت في مين او اخترت مين. شفت الشخص ده قبل كده؟ لا. اوكي انت بتختاري حد صعب جدا. طيب خليني انا احاول اخمن دلوقتي الشخص اللي انت فكرت فيه. خليني اقعد قصادي دي هنا كده. حاولي تفكري في اي حاجه تانية، صعبي عليا الامور على قد ما تقدري. لا خلاص انا اخترت. اكيد ماشي براحتك. ارفعي المايك كده. في العدد رقم 3 عايزك تقولي اسم الشخص اللي انت فكرت فيه او اخترتيه. مستعده؟ غيرت رايك او اي حاجه؟ اكيد. 1 2 3. محمد صلاح. اكيد هو ده. محمد صلاح. اوكي الورقه متقطعه زي ما انت شايفه كده. برافو. اتفقنا. افتح الظرف اللي معاكي. طبعا الظرف ده جالك بطريقه عشوائيه ودكتور عمرو هو اللي وجه الورق. شوفي مكتوب فيه محمد صلاح. انا كنت عارف ان انت هتختاري محمد صلاح. برافو. دي تعرفيه قبل كده برضو؟ اوكي. وانا انا متاكد ما تعرفوش ولا هو يعرفكم. تمام. عايز مثلا حضرتك تشيك ان دي تمام فاضيه، مد ايدك فيها بعد اذنك. مد ايدك فيها للاخر. معاك فلوس ولا لا؟ تمام. عايز اي حد فيكم يعني لو معاه فلوس كذا عمله يطلعها يعني كذا ورقه كده كده تاخدوها تاني يعني. اتفقنا؟
يعني حط هنا كذا ورقه، قوم بعد اذنك ورقه واحده بس، بس تبقى عارفها عشان هتاخدها تاني. امسك كده بعد اذنك، يعني امسك دي و... يعني حط كذا ورقه، عايز كذا ورقه مختلفه، كذا ورقه كذا ورقه. اوكي في حاجه تاني؟ اوكي لخبطهم كلهم كده بعد اذنك بس. اوكي مد ايدك لو سمحت، اسحب ورقه بسرعه تمام، خليها بس معاك بس من غير ما اشوف بقى، اهو اسحب بس من غير ما انا ما اشوف، اتفق؟ خلينا احط بقى الفلوس هنا من غير ما بعرف العمله اللي انت خدتها كام او رقم كام او شكلها ايه او حتى الفئه بتاعتها، تمام اتفقنا. امسك العمله دي، انت بس شفتها ولا حد غيرك شافها؟ اوكي خلاص. انا هقول لك اسهل حاجه فيها ان العمله دي رقم 50، عمله رقم 50 لا. اوكي رقم 100 لا، مش فئه 100. هو الاحتمال الاكبر ان هي ممكن تبقى 200 لان انت حطيت ورقتين ب 200 كل واحد، فانا بعتقد ان هي مش 200. العمله رقم فئه 20 تمام مظبوط؟ صح. اوكي بس اصعب حاجه بقى ان انت تقدر تقول، انا طبعا مش عارف ارقام السيريال نمبر بتاع العمله لان كل عمله في الوجود ليها سيريال نمبر مختلف زي رقم البطاقه بتاعتك بالظبط، صح؟ انا هحاول دلوقتي اعرف العمله دي كانت كام، مع ان الفلوس دي طالعه من جيبكم انتم، صح ولا لا؟ تمام. اوكي بص في عيني، احفظ من على اليمين ولا الشمال؟ على الشمال. تمام من على الشمال. انا اكتب هنا الرقم الاول وبعدين اطلب منك تقوله فهوريه لك، يطلع هو نفس الرقم اللي انت قلته. اوكي اتفقنا؟ مستعد؟ اوكي طيب نصعبها اكتر، بنعمل حاجه بالكوتشينه معاها نصعبها اكتر. انت عايز تفهمني انك انت هتعرف ال 20 جنيه مكتوب عليها الرقم السري كام بتاعها؟ اه بالظبط. خلينا انا كنت تعرفه يا ابني برضو؟ تعرفه؟ تعرفوش. بص السيريال نمبر اللي موجود على اي عمله بيكون حوالي كام رقم؟ عدهم 10. تمام مظبوط؟ اوكي حضرتك اسم من اي مكان يعجبك، اي اسم اتفقنا، ونزل على الارض هنا 10 كروت، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 اتفقنا. اوكي حضرتك قسمت من اي اسم تعجبك مظبوط؟ يلا عشان اقرا افكارك، انا الحلقه دي كلها قريت افكار، هكتب اول رقم هنا من على الشمال. تمام اتفقنا. اوكي القلم اتقفل والورقه ناحيتي، قول اول رقم كام؟ 3. هو ده؟ عاش. اوكي 3. تاني رقم ما تقولش، القلم في ايدي، رقم كام؟ 7. هي دي؟ عاش. اوكي بص انا عايزك تعد مثلا من 1 لـ 5 وانا هعرف من نبره صوتك ايه الرقم الصح اللي عليه الدور. انا عارف ان هو من 1 لـ 5 الرقم بس مش قادر احدد ايه هو. عد كده 1 2 3 4 5. حضرتك لمحت الرقم 1 2 قلت تاني كده 1 2 3 4 5. بص هو نبضات قلبك زادت في رقم معين. اوكي انا بتوقع ان هو رقم 1. عاش. اوكي بص اعتقد في حرف صح. اوكي وبعدين سلاش صح. اوكي بس انت عايز الحرف، الحرف غالبا بيكون صاد جيم، لكن انا بعتقد ان هو ميم. ميم مظبوط. عاش. اوكي طيب بص في عيني، انا هقول لك 3 ارقام في كل مره عايزك تقول لي غلط بس انا عارف ان هو واحد منهم، انا مش عارف ايه هو لسه. تمام يعني هقول لك 3 ارقام انت قول لي لا. تمام. حتى لو هو صح قول لي لا. 9 لا. 8 لا. 10 لا. 5 لا. 4 لا. 2 لا. 1 لا. اوكي 1. عاش. اوكي طيب عشان نصعبها اكتر انا اقول الرقم اللي جاي قبلك، بص لي كده 6. اوكي صح تمام. الرقم اللي عليه الدور هو رقم زوجي؟ غلط، هو رقم فردي صح. اوكي رقم 5 صح. اوكي اوكي انا خلاص كتبت الرقم، قول بقى الرقم.
الرقم اللي عليه الدور اعتقد ان هو 7. غلط، عشان 7 اخر رقم، بس الرقم اللي عليه الدور هو 1897، فيبقى ده السيريال نمبر بتاع ال 20 جنيه اللي معايا. مظبوط. اوكي اوكي، بس انا عندي ليك مفاجاه اجمد من كده. لما حضرتك قسمت الكرو ونزلنا عدد الارقام الورق ده، هنشوف الارقام دي وحضرتك اللي فنطت الكروت واخترته. لا ما انت مفيش مشكله، لو فتحنا الكروت هنا هتلاقي ان الارقام 3 معايا كم 7 1، طبعا مفيش سلاش ولا ميم، فهنكمل 1 6 5 1 8 9 7. مظبوط مظبوط. اوكي، بس انا عندي ليكم مفاجاه اقوى من كده. الحاجات اللي انتوا اخترتوها بمزاجكم كانت ايطاليا محمد صلاح، والسيريال نمبر كان 3711165187. انا قبل ما اجي اساسا كنت متوقع وعارف وانا بحضر الحلقه، افتح الظرف اللي معاك برضو هتلاقي السيريال نمبر موجود جوه، موجود جوه. انا كنت عارف ان ده الحاجات اللي انتوا هتختاروها. ودليل على كده ان انا فتحت الانستجرام عندي عزام دوت ماجيك وفتحت الموبايل. تعالوا نشوف الستوري اللي موجود. اوكي تعالى اوريكم السيريال نمبر ثاني، اوقف الستوري عليه. اوكي واضح؟ تمام تمام اتفقنا. كل واحد فيكم يخلي معاه الظرف عشان هنحتاجه برضو في حاجه ثانيه. خلينا نعمل تريك ثاني. اوكي، حد فيكم بيحب الكتب او بيقرا كتب؟ ولا حد؟ اوكي، ممكن اعمل معاك التريك. اتفقنا، ممكن تشرفيني هنا بعد اذنك. عرفت من ايه موضوع ان الرقم اللي هتوه على الفلوس هو نفس الرقم؟ طب حد ادالها 20 جنيه يا شباب؟ خلي كل واحد ماكس معاه الفلوس يلا زي ما هي، وفي الاخر هديها لكم بعد في نهايه الحلقه هديها لكم. اتفقنا؟ حد ادالها 20 جنيه يا شباب؟ اتفقنا. بص يلا شوف التريك اللي بعده. ماشي اتفضلي استريحي. طيب ده بوكس فاضي وده رقم قفل بيتقفل بالباسورد. اتفقنا؟ عايز حضرتك تمد ايدك هنا لو في اي حاجه هنا خديها. حبيبي مفيش. اوكي خلينا نقفل الظرف ده زي ما هو كده، وبعدين اتني الظرف ده مره كده كمان مره كده، ونحط الظرف ده جوه هنا. في اي حاجه؟ اوكي البوكس فاضي، وانت تشيك على الظرف ما فيهوش اي حاجه. شيكي على البوكس يكون فيها حاجه جواها. شيكي على البوكس. اوكي شيكي على البوكس. في حاجه؟ طيب بصي هقفل البوكس ده هنا كده ونقفل عليه ونقفل الباسورد كده ونغير الرقم. تمام حاولي كده تفتحيه. مقفول، ممكن تديه لدكتور عمرو. اوكي خلي البوكس ده مع حضرتك، وحضرتك اقف هنا او استنى هنا. نعم في البوكس ده؟ لا ما فيهوش اي حاجه. في ظرف؟ في ايه البوكس ده؟ ظرف فقط. صدفه يا دكتور عمرو. طيب اتفقنا، هو مقفول. حضرتك حاول تفتح الباسورد ومش هيتفتح، مستحيل انه يتفتح. لو عايز يفضل الظرف جوه الكادر علشان ما حدش يقول ان احنا خرجنا او عملنا اي حاجه مفيش مشكله. ماشي ممكن تجيب الظرف البوكس قدامك هنا حطيه هنا. اوكي عشان يفضل موجود. اتفقنا الظرف البوكس اهو خليه هنا. حضرتك قولي لي ستوب اني تايم في اي وقت عجبك. يلا هنا. اوكي طيب عايزك تشوفي رقم الصفحه ده. قرات الكتاب ده قبل كده ولا لا؟ لا. عايزك تشوفي رقم الصفحه بس ما تقوليليش مهما حصل. يلا احفظيه بس. حفظتيه خلاص؟ اكيد اكيد. اتفقنا. اوكي خليني مثلا افتحي ايدك كده وايدك الثانيه عليه كده. انا اقدر اقرا افكارك دلوقتي، اعرف الرقم اللي انت اخترتيه. دي المايك. شكرا. اقدر اقرا افكارك او اعرف الرقم اللي انت اخترتيه كام؟ اكيد. طيب انا دلوقتي هعمل معاكي تريك اصعب.
خلينا نشوف ايه هو الرقم اللي انا هاخد الظرف ده، هاخد سوري الصفحه اللي انت اخترتيها في ايدي هنا، هتختفي من جوه الكتاب. مش مصدقيني؟ افتحي كده. الرقم كان كام؟ ما تقوليليش، ما تقوليش الرقم، مش موجود غير ما اعرف الرقم ولا اعرف الصفحه. اتفقنا؟ دلوقتي علشان نعرف الورقه دي راحت فين، لو قلت لك ان هي موجوده جوه البوكس ده تصدقيني؟ اوكي، بس احنا محتاجين نفتح القفل. حاولي كده تفتحي القفل، اكتب الباسورد، اي باسورد كده، اي باسورد، اكتبي اي باسورد، جربي لحد ما يفتح معاكي. فتح ولا لا؟ لا. خلاص اوكي، امسكي كده بعد اذنك. انا هعمل دلوقتي معاكي حاجه. اتفرجتي على افلام اجنبي ولا لا؟ عارفه يا دكتور لما الافلام الاجنبي بتلاقيه بيختار ان هم يفتحوا مثلا خزنه، يفتحوا رقم سري بتاع خزنه فلوس او في بنك، بيبقى موجود عليه سري، بيبقى موجود باسورد زي ده. ايوه. ففي الافلام الاجنبي بيمسك الـ 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 الرقم ويفضل يلف الترس لحد ما يسمع التك الصح. ايوه. فانا هحاول اقدر اعمل معاكي ده دلوقتي. طب انت هتعرفي التك الصح منين؟ ان رقم القفل ده او الباسورد ده هو رقم الصفحه اللي انت اخترتيها. يعني لو كنت اخترتي صفحه 700 مثلا، كنت هتلاقي الباسورد هنا 700. صفحه رقم 50، كنت هتلاقي الباسورد 50. اتفقنا؟ امسكي بعد اذنك، وانا هحاول دلوقتي. اكتبي اول رقم بس من غير ما انا ما اشوفه، وانا هحاول اركز معاك. ثانيه، محدش يعمل صوت بعد اذنكم مهما حصل. اتفقنا؟ ثانيه، اكتبي اول رقم، اول رقم بس. لف الترس تاني كده، وقفي عند الرقم الصح. تمام؟ كتبتيه؟ اتنين صح؟ اوكي، اكتبي الرقم اللي بعده. بلاش حركة، ثانية واحدة. لف الترس تاني معلش، وقفي عند الرقم الصح. واحد صح؟ اوكي، ده رقم الصفحه انت بتكتبيه كده كده صح. الرقم الثالث، ثلاثة، صفحه رقم 213. افتحي القفل كده. فتح. اوكي، القفل فتح يا جماعه. فتح القفل، فتح القفل بنفس الباسورد. اوكي، افتحي. لا افتحيه، افتحيه انت بايدك. افتح البوكس، هتلاقي الظرف. كل اللي هنعمله ان احنا هنقطع الظرف، مد ايدك كده جوه. ويت، هتلاقي الصفحه رقم كام؟ 213. دخلت جوه البوكس. اتاكدي الصفحه اللي انت شفتيها من شويه في الكتاب ان هي دي نفس الصفحه بنفس القطعه بنفس كل حاجه. هي اوكي 213. شكرا. بس انا عندي لكم مفاجاه اجمد من كده. ما انتوا عارفين بقى، عارفين ايه المفاجاه؟ لما اخترتوا الاظرف اللي معاكم، كل واحد فيكم اختار ظرف. اول حد من على اليمين انت رقم كام؟ 2. تاني حد انت رقم كام؟ 1. انت 3. 2 1 3 هو رقم الصفحه 213. والاجمد من كده، في بدايه الحلقه لما لعبت معاكم تراك، انتوا الثلاثه كل واحد فيكم اختار رقم. كنت اخترت رقم 3 هارت، وانت 1 سبيد، وانت 2 ترفل، هو رقم الصفحه 213. دكتور عمرو، ازيك؟ اهلا بحضرتك. مبسوط جدا ان انا مع حضرتك. انا والله مبسوط قوي. بس يعني نعمل التراك اللي بعده؟ يلا. ده عندي مجموعه من الاقلام كلها اقلام. حاضر، هلعب معاكم كلهم. عددهم مختلف، انا مش عارف عددهم كام، ولا اي حد من الموجودين يعرف عددهم كام. اتفقنا؟ عايز كل حد فيكم مثلا من الناس اللي هتختار، بس انا المره دي هنختار. حاضر. طب هختاركم كلكم، كل الناس اللي موجوده هتلعب، بس انا بعمل حاجه جديده المره دي. خليني مثلا انتي
ماشي اوكي، خلي الورقه دي معاكي، امسكي القلم ده. طب انا مين تاني مثلا؟ انت. اوكي اوكي ممكن انت. اوكي مين تاني؟ اتفضلي. مين تاني؟ لعبتي مره؟ لعبتش ولا مره. اوكي طيب، عايز كل حد منكم، يلا كل حد منكم يتوقع بس من غير ما انا ما اشوف، وبقلم واحد بس علشان ما يبقاش فيه اي حاجه تقدر تخليني اعرف. طب انا بقلم واحد بس يمر عليكم كلكم، كل واحد فيكم يحاول يخمن او يتوقع لو هو ساحر كده، يعني عدد الاقلام دي كام قلم. ممكن لو انت عايز تقوم تقف تبص عليهم، اقف عادي اعمل كده، يعني كل حد فيكم، ما انت معاك القلم اول حد. يلا تعالي بص وشوفي كده بس سريع عشان مش كله يقوم ويرجع. اتفقنا؟ ارجعي ورا. اتفقنا؟ بص انا ممكن اوفر عليكم، يعني انا جايب بس اي عدد اي حاجة. اتفقنا؟ اي عدد اي حاجة. شفتوها؟ اوكي كل حد فيكم بقى يلا اكتبي العدد بس من غير ما توري حد. تمام؟ اوكي ادي القلم للي بعدك. توقعي وتخيلي عدد الأقلام دي كام قلم، ودي القلم للي بعدك. اوكي في الفترة الأخيرة يا دكتور أنا اشتغلت على حاجة معينة كده، إن أنا أقدر أقرأ أفكار الناس، حاجة بقى بعيد عن الكوتشينة، إن أنا لو تخيلت كل حد منهم مجرد على اعتبار إنك أنت قبل كده كنت بتقرأ أفكارهم؟ لا لو أنا توقعت أو يعني مجرد ما أسمع اسم الشخص أقدر أعرف هو ممكن يفكر ازاي او يتوقع ايه. اتفقنا؟ بس حاجه جديده ملهاش علاقه بقى بالدول، ملهاش علاقه بالكوتشينه، ملهاش علاقه بفتح الموبايل زي اللي احنا هنشوفه دلوقتي. اوكي جمعت الورق. كتبت خلاص. جمعوا الورق مع شخص واحد بس من غير ما انا اشوف مين مع مين ولا مين مع ايه ولا مين كتب ايه. يلا بس خلي كل الورق وشه ناحيه واحده بس. فنطهم بقى كتير جدا ولخبطهم. اوكي انا مش عارف انتوا يعني بتصعبوا الامور عليا قوي ليه، بس تمام صعبتوها جدا. اتفقنا؟ خلاص اديني القلم والورق كده، يعني الورق كله مختلف. انا همسك الورق كده زي ما هو، اديه لدكتور عمرو هنا. اتفقنا؟ تمام. دلوقتي انا ما اعرفش اي حد منكم اختار كام. انتوا خمسة ودول خمس توقعات، وانتوا كل واحد فيكم كتب توقع في ورقة وبعدين لخبطوا الورق كله على بعضه من غير ما انا ما اشوف، بس انا مجرد ما اشوف الورقة هعرف مين صاحب الورقة منكم اللي كتب الرقم ده، من الرقم اللي هو كتبه، من طريقة خطه، من العدد، من تحليله لعدد الارقام ده بتاع الاقلام هقدر اعرف ان ده صاحب التوقع ده. هاخد اول ورقة. اوكي الرقم رقم 30. ممكن الخمسة اللي اختاروا يقفوا. اوكي رقم 30 انا بتوقع. طب حضرتك تعرف مين صاحب الخط ده او صعب؟ انا اتوقع صعب تقدر تقول مستحيل. انا معرف يعني ما اعرفهمش وما اعرفش مين اللي كتب ايه وما اعرفش قد ايه. مجرد ما ابص للرقم من طريقه الخط من تفكيره على اعتبارك انت تعرفهم يعني؟ لا برضو. طب امال ايه ما انا يعني ايه اللي هيخليك تعرف يعني واحد كتب دي من خمسة عرفك انت؟ ما عشان مش انا هعرف ده. عشان انت ايه؟ يعني لاعب خفة يد. خفة يد برضو خفة يد. ماشي طيب اوكي خفة اليد. التوقع ده بتاع انتي مظبوط. عادي تمام بتاعك؟ اوكي ناخد الورقة التانية اللي انا مشفتهاش برضو. انت كاتباها يعني ازاي؟ 88 ماشي ده 88 ما تقولش ما تجاوبش يعني مش عايز اعرف هو 88 ولا 77 بس ايا كان انا هقراه بالطريقه دي فانا اعرف ان صاحب الشخصيه ده يعني برضو كده. اوكي من طريقة الورقة أو التوقع اللي أنا مش قادر أحدده هو 77 ولا 88 أنا قدرت أحدد الشخصية دي من الأربعة اللي قدامي. مجرد ما أبص لعينك أنا عرفت إن
صاحب التوقع ده هو انت. اوكي قعد انت. اوكي التوقع اللي عليه دور برضو 35 او 25، بس انا برجح اكتر ان هي 35. تمام تمام. خليك تساعدنا يا دكتور. اه طيب انا عرفت مين الرقم ده. انا هدي لحضرتك دلوقتي. بصوا انتوا الثلاثة. اوكي دكتور عمرو دلوقتي هيعمل لعبة خفة. انا دلوقتي هقول لكم مين اللي كتب ال 35. انت سافول يا جماعة. مظبوط. اشكركم اشكركم. اوكي اتبقى معايا اتنين. على فكرة جت معايا ماي لك. لا انا برضه اتبقى معايا توقعين. التوقع ده والتوقع ده. تمام خلينا ناخد التوقع ده وتبقى التوقع الاخير. فلو انا قلت التوقع ده صح كده كده التوقع ده هيطلع بتاع الاخر حد، بس انا هعمل حاجة اصعب في اخر حد من غير ما اشوفه اصلا. تعال نشوف بس ايه. التوقع ده بتاع رقم 20 معايا 2. الموضوع دلوقتي 50% صح 50% غلط. اوكي بصوا في عيني انتوا الاثنين كده لحظه. تمام بصوا في عيني لحظه. التوقع ده بتاعك انت غلط وهو بتاعها هي صح. اوكي برافو. اوكي ادبقى اخر توقع هو كده كده بتاعك. اوكي اتفضلي استريحي. بس انا يعني لو مسكته وده تقول لك خلاص هو ده توقع بتاعك. فانا هحاول دلوقتي اعمل حاجه تانية اصعب شويه عن طريق كم سؤال كده اساله لك. انا هعرف التوقع بتاعك من غير ما اشوفه اساسا ولا اكشف الورقه. تمام بص في عيني. مثلا عايزك تقول لي اسمك ايه. علي. علي هسالك كده كم سؤال تاني وهعرف انت من تحليل شخصيتك تختار رقم كام من العدد الالام دي. بص في عيني علي وانت مركز معايا. اتفقنا علي؟ فكر في المكان اللي انت منه او البلد اللي انت منها او المحافظه او المدينه. تمام قولها كده في سرك. هتسمعها اجين. اوكي طب انت منور يا علي صح؟ صح. اوكي كده بدات. اوكي كده بدات اوصل اكتر للرقم. خليني اربط الرقم ده. انت من دمنهور؟ صح. اوكي عرفتها ازاي دي؟ خليني اربط. انت جيت عن دي بس عرفتها ازاي واللي فات ده كله ازاي؟ انا كده وصلت تقريبا لنص الرقم لان انت كاتب رقمين. الرقم الاولاني انا وصلت له. الرقم الثاني هيبقى عن طريق حاجه معاك انت. مثلا معاك فلوس عالي؟ اوكي حاول تخلي الفلوس كلها في ايد واحده بس. بس من غير ما اشوف وانت بس يعني لو في جيبك خليها في جيبك. عارف عددهم؟ مش شرط كل اللي في جيبك عادي اللي انت ماسكهم دلوقتي. عارف عددهم؟ اتفقنا؟ بص لي كده. عدد الفلوس اللي معاك دلوقتي عالي هما اكتر من عدد الايام اللي انت فكرت فيها ب 5 جنيه. صح. صح؟ اوكي ركز معايا علي اكتر. عدد الفلوس اللي في جيبك 55 وعدد الاقلام اللي انت توقعته 50. مظبوط يا علي؟ مظبوط. طلع ال 55 20 10 انت بتشكر. انت بتشكر يا دكتور عمرو؟ مش عرفك. اوكي 50. ايه ده؟ خلينا نعمل حاجة تانية أقوى. ادي المايك للي جنبك. ادي المايك للي جنبك. اوكي قوم اقف. اللي كان جنبه قوم اقف. اي حد قوم اقف. اوكي بص أنا ممكن أجربها تاني بتاعت البلاد دي لأن أول مرة أعملها. هل أعرف أنت منين؟ اوكي أعرف ده كمان. بص قول كده البلد اللي أنت منها والمحافظة. بلد مدينة قرية. محافظة الغربية. صح صح. اوكي اسمك ايه؟ صادق. اقول صح؟ صح صح. اوكي اسمه ايه؟ صادق. مش عرفك. اوكي
اوكي طيب خليني كده يعني اسم صادق. اسم صادق. اوكي بص فكر في شخص مفضل بالنسبه لك او اسم حد بتحبه. مش هقول الاسم بس فكر مثلا في اول حرف او اخر حرف. تختار اول ولا اخر؟ مش هقول الاسم ولا الحرف معلش. ولا حرف. اوكي خلاص هقول لك البلد اللي انت منها. احنا قلنا الغربيه. تمام. زفته. تمام صح صح صح. اوكي خلينا بقى شكرا. انت من زفته من الغربيه واسمك صادق صح. تعرفه قبل كده؟ لا. طيب عايز ولا عمركم شفتوا ايه ده؟ في تاريخ حلقات هنا ده. انا تاريخي كله. احنا عارفينه يعني. تمام. ايوه انت مش هعرفك ازاي اسمه صادق يعني مرسوم على وشه صادق مثلا يعني. جبتها منين دي؟ ماليش انا. اوكي الكلام ده لو قدر يجيب اسم والد. اسم والد صعب جدا انا. اوكي لا احنا كده داخلين في السجل المدني وحاجات دي ماليش علاقه بيها. خليني في المجال بتاعي. اوكي انت ما تجيب له اسم والد. اوكي صعب جدا جدا يعني. اوكي تعالى احكي لك هنا. تعال شرفني. اديله مايك. بص انا كل اللي هعمله دلوقتي هعمل معاك تريك بسيط قوي. اقعد. هنعمل مثلا مربع هنا. المربع ده بيمثل. ثواني بس. هتعمل ممكن يقرب للمحفظه برضه او حاجه من دي. هات يقرا افكار زي ما بيقول. اوكي عايزك تكتب هنا اسم والدك وتكتب هنا اصعب كلمه ممكن حد يتخيلها تيجي في بالك ما حدش يعرفها غيرك. شوف انا خليتك تكتب حاجتين. ها مش حاجه واحده بس. امسك اي خدمه بس من غير بقى ما يبان. مع ان احنا كده بنخرج بره الحلقه بس تمام انا معاك. اكتب حاجه تانية صعبه يعني. براحتك انا بديك تصعب الامور. انت بتكتب بقالك ساعه. انا عندي حلقه. اوكي اتني الورقه نصين. اوكي واتني النص نصين يعني كده تاني. يعني انت مثلا كانت كده اتنيها كده ارجع اتنيها كده. تمام اتفقنا. اوكي اديني النص وهو مقفول. اوكي دكتور عمرو تقدر تعرف هو كتب ايه بس وهي مقفوله كده ولا لا؟ لا لا صعب. اوكي بص انا كل اللي هعمله ان انا همسك الورقه دي نصين كده واقسم الورقه دي نصين كده وارجع اقسمها كده ثلاثه كده. اوكي خد الجزء ده هتديه لدكتور عمرو يقطعه ومثلا اختار جزء من الاثنين اخده ليا وخد الجزء ده قطعه انت 100 حته بس تقطعه من غير ما انت تشوف ولا دكتور عمرو يشوف ولا الجزء اللي معايا كده كده اشوف. ايه من هنا متقطع. اوكي قطعه كويس جدا. قطعه تاني يعني اهي. اوكي خد انت النص ده اهو. خد النص دول يلا. اوكي وقطع ده كمان وقطع ده واتفضل استريح. اوكي قطعهم كويس قوي. اوكي انت بتقطع الورقه اللي انت يعني كتبت فيها. بص انا هحاول دلوقتي اقرا افكارك على قد ما اقدر بس بصوا في عيني بس ده صعب قوي. امسك المايك. اوكي خليهم معاك خليهم معاك عشان ما حدش يقول ان انا شفت الورقه وجمعتها ايا كان. مستحيل. واقف ايدك كده. اوكي هخلي القلم. اسم والدك اول حرف فيه في حرفين شبه بعض في الاسم. اعتقد الحرف الاول والحرف الثالث من الاخير حرف الالف. مظبوط. اوكي والحرف الثالث قبل الاخير يعني الاخير اللي قبله اللي قبله الف برضه. تمام. اوكي ده لقب ولا اسمه؟ ده اسم. اسمه عارف خط ايدك؟ اكيد طبعا. اوكي انا بقى مش هقرا لك افكارك واقول لك اسمه بس لا انا هجيب لك الكلمه اللي انت كتبتها بخط ايدك بالظبط على الورقه دي. اتفقنا؟ اوكي جاهز؟ بس انت كتبت كلمتين ما لهمش علاقه ببعض خالص. ما انا عشان اشتتك انت برضه. تمام. لو عملت ده وقدرت اقرا افكارك وقلت الحاجه اللي انت فكرت فيها انا بيني وبينك اي اتفاق؟ لا لا على فكره هو حاطيني قدام الامر الواقع في التراك ده. تمام. سعيد ما عنديش اي مشكله. فاكر الاسم الاولاني؟ اكيد طبعا. اوكي هو ده؟ ايه ده؟
اوكي صح؟ اكيد. على فكره بنفس خط ايده بنفس الطريقه بنفس كل حاجه. اوكي. لا مكتوب ايه؟ اتجاني. اتجاني. اوكي. اتجاني؟ اتجاني. هو كاتبها كده بنفس الطريقه بنفس خط ايده بالظبط. اوكي. حتى حرف الت هو عامله كده يعني حاطط النقط بتاعت الحروف فوق الالف واللام صح ولا مش صح؟ اوكي الكلمه الثانيه بص في العدد رقم 3 قول عليها يلا 1 2 3 قول تكنولوجيا. تكنولوجيا يبقى معاك تكنولوجيا. انا كتبت اسم والدي التجاني وكتب تكنولوجيا دكتور التجاني وتكنولوجيا. وعايز اقول لكم يا جماعه ده بنفس خط ايده بنفس كل حاجه بالطريقه دي بالظبط. انا بجد احييك على اللي عملته. شكرا جدا لذوقك اشكرك. اوكي شكرا. خلي المايك معاك. مش عرفك باسم ابوه. انا بضل على الافكار. قريت افكاره انت؟ ده بص شكله ايه؟ ده عينه مش اصفر. اتكلم في المايك اتكلم في المايك. انا قلت ممكن اقدر اغلبه في حاجه زي كده عشان اسم والدي غريب جدا. طب تفسيرك انت عارف اسم والدك ازاي وتكنولوجيا ازاي؟ هو حضرتك بيقول بقرا افكارك ودي مثلا احنا بندرس مثلا في الكليه عندنا حاجه اسمها انت طالب في كليه ايه؟ واعلام. اعلام. مدينه الانتاج الاعلامي. بص حضرتك انا بدرس ماده اسمها فلسفه التفكير. ايوه. بدرس حاجه اسمها علم الابداع. التفكير الشخص المبدع ده انا الشخص المبدع ده ما درسناش حاجات زي كده. ده فاق الخيال. ده حاجه كده ده من اغرب موقف عدى عليا في حياتي الحلقه دي عامه يعني. الجزء ده شكرا بجد جدا. انا حييك. شكرا شكرا شكرا. انا عارف يا ابني اللي انت بتقوله فاهمه شفت قبل كده شفت. خفه يد برضه كل دي تريكس وكل دي خفه يد دي تريك برضه. طب دي تريك ازاي؟ تدريب يا دكتور. تدريب على ايه بقى؟ على كل الحاجات دي عشان بقدر يعني اتمرن يعني كتير. يعني تعرف اسم ابوه ازاي؟ الحاجات دي انا كنت تعرف الراجل التاني الطيب ده اللي جبته من البلد من المحافظه ده انت ناقص وعارف في جيبه كام؟ بتعرفه يا ابني قبل كده؟ بص انا في الاول كنت بقدر اعمل ده بس في ايام بعدين مع الاجتهاد مع التدريب اي حد فينا يقدر يعمل اي حاجه بالاجتهاد وبالتدريب والممارسه وان هو فعلا يديها حقها فالحاجه اللي بيحبها والشغف بتاعه ايا كان الموهبه ان شاء الله باذن الله تكرمه وتدي له اللي هو كان بيفكر فيها ومحتاجه. بس يعني. انا بهنيك يعني برافو عليك وسعيد بوجودكم معايا النهارده اسعدتوني جدا في راس السنه. كل سنه وانتم طيبين. كل سنه وانت طيب عزام وسنه سعيده عليك وامنياتك ايه بقى في السنه الجديده قبل ما نختم الحلقه؟ ان شاء الله يعني مزيد من الحلقات مع حضرتك باذن الله يا دكتور. يلا مزيد من الحلقات ومزيد من الابتكارات الجديده والافكار الجديده اللي دايما بتمتع المشاهدين. انا حبيت النهارده ان احنا يكون معانا في راس السنه عزام لاعب خفه اليد والحقيقه لاول مره بيكون معانا كمان جمهور بيلعب معاه مش بس بيبقى بيلعب معايا او مع ضيف لا معاه جمهور كبير. افكار جميله كلها خفه يد وكلها في الاول وفي الاخر لامتاع المشاهدين. ارجو ان تكون سهرتنا نالت اعجابكم ورضاكم واتمنى لكم كل سعاده وخير واتمنى ان احنا يا رب ان شاء الله في السنه الجديده كل انسان يحقق امنياته واحلامه ان تبقى سنه خير عليه وربنا يا رب يجعلها كده فيها كل سنه تحقيق الامنيات ان شاء الله باذن الله. فكل امنياتي ليكم وحب ليكم تصبحوا على الف خير وصحه وسعاده وبشكركم جدا 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 نورتونا. ميرسي يا عزام.